بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله كلامنا هيبقى على الاوفيريان سيرفيس ابيثيليال تيومرز. طبعا المحاضره اللي فاتت اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن وعرفنا ازاي احنا البيزس اوف كلاسيفيكيشن وانها بتتقسم على حسب الهيستوجينيسيس او التيشو اوف اوريجين بتاع الاي تيومرز اللي طالعه من الاوفري، وقلنا ان اهم كاتيجوري فيهم كانت الاي السيرفيس ابيثيليال تيومر هي الموست كومن، وعشان كده النهارده هنبتدي بيها ان شاء الله. وعرفنا امبارح ان الكلاسيفيكيشن اوف سيرفيس ابيثيليال تيومرز بتتقسم لسيروس وده الموست كومن زي ما قلنا، وفي كمان الميوسينس تيومرز، وفي الاندوميتريويد تيومرز، وفي الكلير سيل، وبعد كده عندنا الترانزيشنال سيل تيومرز او البرينر تيومرز. هنا برضو بنفكر بالكلاسيفيكيشن كان ماشي ازاي. بنقول ان السيرفيس ابيثيليال تيومرز ممكن نقسمها على حسب الفولوينج كرايتيريا، اللي هو السيل تايب زي ما قلنا، على حسب النوع الميتابلاستيك سيلز اللي حصلت، هل هي سيرس زي التيوب ولا ميوسنال زي الاندو سيرفكس او الانتستين، اندوميتريويد زي الاندوميتريال كافيتي، كلير سيل زي الميزونيفرويد اورجانز، برينر ده اللي هو ترانزيشنال، واحيانا بيبقى في حاجه اسمها سيرو ميوسنس، بيبقى التيومر في اللايننج سيلز بتاعته فيها سيرس ديفرنشيشن وفيها كمان فوساي اوف ميوسينس ديفرنشيشن، فبنقول عليها سيرو ميوسينس جلاندز او سيرو ميوسينس تيومرز. وفي كمان الاندفرنشيتد دي بتبقى بقى تيومرز بيبقى فيها الخلايا التيشو اوف اورجن بتاعها ما احناش قادرين نعرف هي ايه، زي ما تقول كده زي ما تكون انابلاستيك، الخلايا فيها بيزار فورمز، فيها مايتوزس كتير، فيها كل الكريتيريا بتاعه المالجنسي ومش قادرين نعرف التيشو اوف اورجن بتاعها، فبنقول عليها اندفرنشيتد. ده بالنسبه للسيل تايب. بالنسبه للجروس باترن برضو قلنا يا اما تكون كومبليتلي سيستيك او كومبليتلي سوليد، تمام، او يبقى فيها سوليد وسيستيك، ودي ساعات بنقول عليها زي السيست ادينو فايبروما كده، وممكن يكون التيومر كله طالع من السيرفيس اوف ذا اوفر، يعني هو مش عامل بقى ماس وهو جواها، لا هو طالع اصلا من على السيرفيس اوف ذا اوفر كده، عامل لي بابلاري بروجكشن مثلا او حاجه، تمام، ده المقصود بكلمه سيرفيس. كمان بنقسم قلنا على حسب الاماونت اوف فايبر سيستروما، يا اما سيست ادينوما او سيست ادينو فايبروما، والبريزنس اند ابسنس اوف انفيجن، ده بقى اللي هو الايه الجريدز اللي احنا بنمشي عليها، يا اما يكون بيناين، يا اما يكون بوردر لاين، يا اما يكون مالجنانت تيومر، تمام. فده الايه البيزكس اللي احنا بنمشي عليها في الكلاسيفيكيشنز اوف اوفيريان تيومرز. تاني هنفكر بالسيرفس ابسيليال تيومرز كده كانيوميريشن. كنا بنقول ان السيرس تيومرز بنقسمها لبيناين، وده السيست ادينوما او السيست ادينو فايبروما، والبوردر لاين، تمام، وفي المالجنانت، ودي بيبقى فيها لو جريد وهاي جريد سيرس ادينو كارسينوما. الميوسينس برضه بيناين وبوردر لاين ومالجنانت، لكن هي المالجنانت بتاعها ميوسينس ادينو كارسينوما على طول، ما فيش ولا لو جريد ولا هاي جريد، هو تيومر كله على بعضه المالجنانت، بنسميها ميوسينس ادينو كارسينوما. وبعد كده برضه الاندوميتريويد، ودي برضو بيكون فيها بيناين وبوردر لاين ومالجنانت، لكن زي ما قلنا البيناين والبوردر لاين ده قليلين شويه، المور كومن انها تكون مالجنانت. والكلير سيل تيومرز برضو بيناين وبوردر لاين ومالجنانت، البيناين والبوردر لاين بتاع الكلير سيل تايب ده بيكون برضو رير، فيري فيري رير يعني، لكن الكومن ان احنا بنلاقي المالجنانت اللي هي بنقول عليها كلير سيل ادينو كارسينوما. وفي بقى بعد كده اللي هو ترانزيشنال بيناين برينر تيومر، وبيناين البرينر تيومر اللي هو فيه بوردر لاين مالجنانت والمالجنانت برينر تيومر. بعد كده بقى هنبدا كلامنا على السيرس تيومرز. السيرس تيومرز زي ما قلنا ده دي هي الموست كومن ابيثيليال تيومرز، بتيجي غالبا يعني هي بتبقى في الاول يونيلاترال اللي هم بيبقوا بيناين، كل ما كان تيومر مور مالجنانت او داخل على المالجنانسي بيبقى بايلاترال، يعني البايلاتراليتي اكتر في الايه في المالجنانت سيرس تيومرز. كل ما كان تيومر بايلاترال كل ما تشك يعني ريز سسبشن عندك ان ده تيومر ده غالبا هيطلع عندك مالجنانت، تمام. طيب هنبتدي بالبيناين سيرس تيومرز. البيناين سيرس تيومرز دي بيبقى اللاين الابسيليال سيلز بتاعتها بتكون قلنا شبه الايه التيوبال ابسيليام اللي هي السيرس سيلز اللي هي تول كولامينر سيلز سواء سيليتد او نون سيليتد، تمام. يبقى هي اللايننج سيلز بتبقى شبه مين؟ شبه اللايننج بتاع الفالوبيان تيوب. بيبقى اسمها ايه؟ زي ما اتفقنا ممكن تكون سيست ادينوما، سيست ادينو فايبروما، او لما فيهاش سيست كومبوننت خالص وهي كومبليتلي سوليد بقول عليها ادينو فايبروما، تمام. وممكن تكون اللي هو النوع الثالث اللي هو السيرفس بابيلوما، ان يكون التيومر كله طالع من السيرفس اوف ذا اوفري ومش عامل ماس، يعني مفيش ماس مفيش سيست، هو كلها بابلاري بروجكشنز كده على السيرفس اوف ذا اوفري، تمام. البريزنتيشن دي ليس كومن، هو المور كومن ان هي تعمل سيست ادينوما او سيست ادينو فايبروما.
طيب بروسلي سيست ادينوفايبروما او السيست ادينوما دي بيكون شكلها ايه؟ ده بيكون عباره عن سيست غالبا بيكون يونيوليكولار سيست، يعني ايه؟ يعني الحجره واحده، يعني مكون من لوكس واحده، ما فيهوش سبتيشنز كتير، يعني حتى لو كان مالتي لوكيلر بيكون اتنين او تلاته بالكتير، تمام؟ لكن السيروس تيومرز بشكل عام، البيناين سيروس تيومرز غالبا بتبقى يوني لوكيلر تيومرز، يعني ايه؟ ما فيهاش سبتيشنز كتير من جوه، هو يعني واحد بس او كتير اتنين او تلاته، تمام؟ كل ما كانت التيومر بقى بعد كده اللي هي الميسولس تيومرز هتلاقيها اكتر مالتي لوكيلر، تمام؟ الكونتنت بتاع السيروس تيست ادينوما ده بيبقى كلير سيلر سيروس فلويد، بس غالبا بقى لما بيجي لك كده الحاله في التقطيع مثلا جروسلي، اول ما بتشوف السيست طبعا بيبقى فيكسد فيه الفورمالين، فبيكون السيروس الماده السيروس دي ممكن تكون بقت كواجيوليتد شويه كده وتطلع معاك كانها حته واحده كده عامله زي الجيلي كده مثلا، تمام؟ فده ما يلخبطكش كده، ما يقولكش ان ده ميوسينس سكريشن، لا هو بيبقى سيروس لكن عشان حصل له فيكسيشن بقى كواجيوليتد كده شويه وبقى ماسك حته ماسك في بعضه كده، فبيبقى ده اللي هو الايه السيروس فلويد، وبرده غالبا بيبقى كلير ما فيهوش اي هيموريدج ولا نكروزس ولا حاجه، لو يعني الا طبعا لو كان في حصل عليه كومبليكيشن زي التورشن اوف سيست او ان هو يحصل مثلا انفاركشن او حاجه، وده رير لان غالبا السيستيك تيومرز ما بتبقاش البيناين سيستيك تيومرز ما بتكبرش لحد كبير، الكومبليكيشنز دي بتبقى اكتر مع الميوسينس تيومرز، تمام؟ يبقى هنا السيروس سيست ده او السيروس سيست ادينوما بيكون غالبا يونيلاترال وبيبقى يوني لوكيولار، وبيكون الافريج سايز بتاعه حوالي 5 سم، تمام؟ وبيكون الكونتنت فيه كلير سيروس فلويد، تمام؟ والوول بتاعه بيبقى سين فايبرس وول، وبيبقى سموس معلوش اي حاجه من بره، يعني مفيش بابيلي طالعه كده من السيرفس بتاع التيومر من بره، لا هو غالبا الاوتر سيرفس بتاعه بيكون سموس، وغالبا برضو الانر سيرفس بيكون سموس الا لو كان في بعض الايه البابلري بروجكشنز كده ممكن نشوفها جروسلي، تمام؟ بتلاقي حته نودولز عامله بابيلي صغيره كده في الانر سيرفس بتاع الايه بتاع التيومر، تمام؟ كل ده ماشي عادي مع البيناين ما عندناش مشكله خالص، تمام؟ طيب لو هي سيروس ادينوفايبروما غالبا ده بيكون سوليد تيومر والكات سيكشن بتاعه بيبقى فايبرس، ولما بشوفه بقى تحت الميكروسكوب بلاقي اللايننج سيلز دي موجوده فين، بعرف ازاي ان هو سيروس تيومر؟ بتلاقي فيه كليفتس كده او يعني فراغات كده او سبيسز بتبقى لايند باي الايه السيروس ابيثيليال سيلز. بالنسبه للسيروس تيست ادينوفايبروما دي بتبقى طبعا مور كومن عن الادينوفايبروما، يعني رير قوي ان السيروس تيومرز البيناين سيروس تيومرز تبقى بريزنتد بسوليد او فايبرس تيشو ماس كده، لا هي غالبا بتبقى سيستك، وزي ما قلنا السيست بيبقى يونيلوكولار وبيبقى سين وولد وبيبقى في الفلويد كونتنت بتاعه كلير ووتري فلويد، الا لو مع يعني حتى يعني غالبا ما بيبقاش حاصل عليه كومبليكيشنز. يعني هنا هو منظر جروس ابيرنس ليه ده اللي هو السيروس سيست ادينوما، شايفين السيست وول ثين وسموس خالص من بره، ما فيش اي بابيلي ما فيش اي حاجه خالص، كله من بره سموس. لما بنبتدي نفتحه وبنبص عليه من جوه كمان بعد ما بنطلع الكونتنت بيبقى كلير ووتر فلويد زي ما قلنا، جواه بيبقى غالبا برده سموس سيرفيس بالشكل ده، وممكن يكون في بعض البابلري اكسكرنيسيس بالشكل ده اللي هي البابيلي، ودي طبعا لما بنقطع منها ونشوفها تحت الميكروسكوب بنلاقيها بابيلي عاديه خالص لايند باي سنجل لاير اوف سيروس سيلز زي ما هنتكلم دلوقتي. هنا السيست ده كان مالتي لوكيولر شويه، تمام؟ وفي هنا في الايه في اللوكيولاي بتاعته البروجكشنز دي اللي هي البابيلي، تمام؟ فده اللي هو السيروس سيست ادينوما. لما بنشوفها بقى مايكروسكوبيكالي بنلاقي ان السيست ده بيتكون من فايبرس وول ولايند باي سنجل لاير اوف سيروس ابيثيليال سيلز. السيروس ابيثيليال سيلز دي ممكن تكون سيليتد وممكن تكون نون سيليتد. احيانا كده يبقى فيها اريا اوف ستراتيفيكيشن، يعني ايه ستراتيفيكيشن؟ يعني بدل من لايننج 1 لاير تلاقيه مثلا في ايه 2 تو 3 لايرز كده من الايه من السيروس سيلز، فده ماشي معانا عادي مع البيناين وكل حاجه طول ما هي اقل من 10% من التيومر، يعني الحتت اللي فيها ستراتيفيكيشنز دي طول ما نسبتها في التيومر كله اقل من 10% دي بنقول عليها عادي ده الاستراتيفيكيشن ده موجود والخلايا دي بيناين والدنيا تمام، ده كل ده ماشي مع الايه السيروس سيست ادينوم، تمام؟
لو جينا نبص كده على الميكروسكوبيك ابيرنس، ادي اهو سيكشن للسيست وول زي ما قلنا بقى هو ثين فايبرس وول، فبناخد منه طبعا كذا سيكشن وبنحطهم في الكاسيت مع بعضهم وبنشوفهم كده تحت الميكروسكوب لما بنيجي نقطع، اهو ثين فايبرس سيست وول ولايند باي سنجل لاير اوف سيل. طبعا من الباور دي احنا مش شايفين اللايننج قوي، فاحنا هنكبر عليه اهو، ادي اللايننج ابيثيليال سيلز اللي هي السيروس سيلز، تمام، بيبقى لونها دارك بلو شويه كده، هي السيروس سيلز بتبقى كده، النيوكليا بتاعتها بتبقى زرقاء زياده عن اللزوم، وطبعا في سيرفس ايه سيليتد ابيثيليال سيلز اهي لما بنكبر عليها كمان، ادي السيليا واضحه جدا اهي، وادي سنجل لاير اوف سيروس ابيثيليال سيلز، تمام. كل ده ماشي مع الايه السيروس سيست ادينوم، تمام. ده اول تيومر في السيروس تيومر. بعد كده النوع الثاني اللي هو السيروس بوردر لاين تيومرز، او الاسم الثاني ليه اتيبيكال بروليفراتيف سيروس تيومر. خلينا في الاسم العادي بتاعنا اللي هو السيروس بوردر لاين تيومر. خلاص احنا اتنقلنا كده من الكومبليتلي بيناين، طلعنا درجه كده من السلم، بقى في عندي بوردر لاين تيومر. طب انا ازاي اعرف ان ده بقى بوردر لاين، او ايه هي الكريتيريا؟ ده اللي هنتكلم عليه دلوقتي. ده غالبا بيبقى نون انفيزيف تيومر اللي هو البوردر لاين تيومرز، بتبقى تيومرز اكبر شويه من البيناين تيومرز، التيومر بيبقى كبر شويه، بيبقى معاه جريتر ابيثيليال بروليفريشن، بدل ما كان لايننج ابيثيليال سيلز كانت سنجل لاير وفي بعض الاحيان يبقى فيها ستراتيفيكيشن كده في اقل من 10%، لا ده بيبقى فيه مور ابيثيليال بروليفريشن، مور بابيلاري فورميشن، والبابيلا تبقى لايند باي مور ذان وان لاير اوف سيروس سيلز، وكمان بيكون فيها سيتولوجيكال اتيبيا، الخلايا بتبدا تكبر شويه، تبقى هايبر كروماتيك شويه، يبتدي تي اكواير سم ديجري اوف اتيبيا عشان تدخل في مرحله اللي هي الايه البوردر لاين تيومرز، تمام. التيومرز دي غالبا بتبقى الاتيبيا فيها اقل بكتير من اللو جريد سيروس كارسينوما او سيروس سيست ادينو كارسينوما، تمام، زي ما هنتكلم دلوقتي. يبقى هي ماسكه العصايه من النص، يعني هي واخده شويه كرايتيريا من البيناين وشويه كرايتيريا من المالجنت. من البيناين ان هي الخلايا يعني ايه في حتت فيها ستراتيفيكيشن اكتر من 10% من التيومر، الخلايا فيها يعني بقت داخله بقى على المالجنسي ان بدا يبقى فيها شويه سيتولوجيكال اتيبيا، بس مش زي الايه مش واصله لدرجه اللو جريد سيروس كارسينوم، تمام. البوردر لاين تيومرز دي بتمثل حوالي 10% من الاوفيريان سيروس تيومرز. جروثلي تيومر بيبقى غالبا يونيلوكولر او مالتي لوكولر، يعني كل ما التيومر بقى بدا يدخل على المالجنسي يبدا يبقى مالتي لوكولر، يبدا يبقى الوول بتاعه مور ثيك، تمام، تبتدي تبقى مور فايبرس، تمام. الانر سيرفيس بتاع تيومر ممكن الاقي فيه بابيلي وممكن ما الاقيش، يعني ده بيختلف على حسب كل تيومر لوحده، لكن طبعا الاكيد ان ما فيش يعني انفيجن بره السيرفيس على السيرفيس، يعني لو هو التيومر ده يعني بيورلي بوردر لاين تيومر، او هو فعلا لما تشخصه تحت الميكروسكوب بوردر لاين تيومر، بيبقى في حاجه مميزه جدا اللي هي المايكرو انفيجن زي ما هنتكلم دلوقتي، تمام. غالبا التيومر ده زي ما قلنا بقى بيبقى اكبر في الحجم من البيناين، فبيبقى اكبر من 5 سنتي، واكتر من ثلث التيومرز دي بتكون بايلاترال، زي ما قلنا برده كل ما كان التيومر يونيلاترال كل ما كان مور بيناين، كل ما كان بايلاترال كل ما ده بيزود السسبشن عندك ان ده يكون مالجننت او بوردر لاين تيومر، ودي فعلا حقيقه، لان البوردر لاين تيومرز سيروس تيومرز يعني ده بيبقى نسبة يعني ثلث الحالات بيبقى فيها بايلاترال انفولفمنت للبوست اوفرز. لما نيجي نشوف الميكروسكوبيك ابيرنس بتاعها، لا دي كمان اهي صوره برضو للمالتيكولاريتي والبابيلي اللي بتبقى موجوده في الايه على الانر سيرفيس بتاع التيومر. طيب بالنسبة لشكله تحت الميكروسكوب بيبقى فيها حاجة اسمها هيراركري برانشنج بابيلي. يعني ايه هيراركري ديت؟ كلمة الهيراركي ده يعني ان هي فيها جرادوال ترانزيشن ما بين ان يعني بتبقى فيها الاول برود بيست بابيلي، تبقى مور سن لحد ما تبقى ايبيكال تاكس كده من الابيثيليال سيلز، واحيانا تبقى ديتاتشد وموجودة ايه جنب اللايننج كده مش ماسكة فيه، ده بنسميها هيراركال اركتكشر،
تمام، يبقى فيها السيروس بوردر لاين تيومرز دي بتلاقي السيست وول لايند باي بابيلي. البابيلي دي غالبا الكور بتاعها بيكون اديمتس او هايلانايز، تمام، او بوسي سيلولار، يعني الخلايا فيه قليله، بيبقى مور، يعني الكلمه الاسهل لينا ان احنا بنقول ان الكور اوف ذا بابيلي دي بتبقى اديمتس او هايلانايز، تمام. واللايننج بتاع البابيلي بيبقى عباره عن كومبلكس ابيثيليال بروليفريشن. يعني ايه؟ يعني مالتيبل لايرز اوف ابيثيليال سيلز، ما عادش بقى السنجل لير بتاع البيناين ده خالص، بقى كله عباره عن ستراتيفيكيشن، بقى الخلايا فيها اكتر من وان لير، تمام، وبدا يبقى فيها سايتولوجيكال اتيبيا، تمام، زي برضو بتاعه احنا برضو هي برضو فيها شبه من بتاعه الايه، من اللايننج بتاع الفالوبيان تيوب زي ما قلنا، هو ده السيرس، تمام، واحيانا يبقى معاها سيليتد سيلز، وفي ممكن ما تلاقيش سيليتد سيلز، تمام. زي ما قلنا الخلايا بيبقى فيها مايلد تو مودريت اتيبيا، بيبقى فيها هايبر كروميجيا، بيبقى فيها ابيثيليال مالتي ليرنج، واحيانا الخلايا تبقى طافتنج كده او ديتاتشد من الايه، من البابيلي، وموجوده كده في اليومن بتاع الايه، بتاع التيومر. طب يا دكتوره اما نشوف صور عشان نوضح الموضوع اكتر. ادي اهو البابيلي اللي احنا بنقول عليها هيراركلا، يعني ايه؟ يعني تلاقي البابيلي هنا بقت برود بيز، بعد كده شويه تبقى اصغر، بعد كده اصغر، تلاقي لحد ما تلاقي الخلايا ايه، طايره كده في الايه، في اليومن. وزي ما انتم شايفين الكور اهو بتاع البابيلي غالبا هايبوسيلولار، واحيانا كتير اهو اديمتس، تحس ان هو بيل بينك كده اديمتس، وطبعا الاحمر ده اللي هو البلاد فيسلز بتاعته. طيب لما نيجي نكبر عليها بالشكل ده هنشوف ايه؟ اهي ادي اللايننج ابيثيليال سيلز، اهو فيها شويه ستراتيفيكيشن طبعا، تمام، هنا الديما اهي موجوده، والبينك هالانايزد ماتيريال، ودي البرانشنج بابيلي موجوده اهي بالظبط، وفي طافتنج اللي هو الخلايا اللي هي طايره في الايه، في اليومن ده. ده هو التيبيكال ابيرنس بتاع البوردر لاين سيروس تيومر، تمام، اللي هو الهيراركال برانشنج بابيلي فروم لارجر تو سمولر بابيلي، تمام. ده هو التيبيكال ابيرنس زي ما قلنا بتاع البوردر لاين سيروس تيومرز. طيب في حاجه بقى زي ما قلنا مميزه جدا للبوردر لاين سيروس تيومرز، اللي هي المايكرو انفيجن، يعني ان التيومر يبتدي بقى ان هو اصلا بوردر لاين مالجننت، يعني هو مالجننت، تمام، لكن هو بياخد صفه واحده بس من صفات المالجنسي اللي هي مايكرو انفيجن، ابتدى يعمل انفيجن للفايبرس وول بتاعه او الكبسول بتاعه او الكور اوف ذا بابيلي بتاعته، تمام، تبتدي بعض الخلايا تعمل المايكرو انفيجن ده. طيب ايه هو بقى خصائص المايكرو انفيجن؟ طبعا يعني قبل كده بقى كان في كلام كتير قوي على الموضوع ده، ناس بتقيس بتعد بالعدد بتاع المايكرو انفيزيف فوساي، ناس بتقيس بالحجم بتاعها، تمام، شكل الخلايا، الاركتكتشر بتاعها، الباترن اللي هو اللي هي بتعمله. لكن في الدبليو اتش او اللي هو الحديث خالص اللي هو بتاع سنه 2014 ده حدد المايكرو انفيجن بانه عباره عن ايزوليتد او ليميتد نمبر اوف راوندد سينوفيليك ابيثيليال سيلز تشبه الى حد كبير اللايننج بتاع التيومر لكنها موجوده في الاستروما. يعني ايه؟ يعني كلاسترز كده من الخلايا اللي هي المالجننت المالجننت سيلز بتاعه التيومر نفسها عملت انفيجن جوه الفايبرس استروما، وبيبقى يعني جنب الايه التيومر على طول كده، وحددوا السايز بتاعها انها دايما بتكون اقل من 5 مللي في الماكسيمم دايمتر عندها. يعني طب بنقيسها ازاي؟ طبعا في بعض الميكروسكوبات بيبقى فيها العدسات بتاعتها بتبقى مدرجه، يعني فيها رولر كده او مسطره، وبنبتدي نقيس الايه الجزء بتاع المايكرو انفيجن ده، تمام، بيبقى اقل من 5 مللي في الايه اللارجست دايمنشنز بتاعته. يبقى ايه هو عباره ايه هي كلمه مايكرو انفيجن عشان نبقى عارفينها؟ دي الصفه المميزه للايه، للبوردر لاين سيروس تيومرز، وكمان البوردر لاين ميوسينس. اي بوردر لاين تيومر بقى بعد كده في الاوفري هنمشي على الخطوه دي او على الكريتيريا دي اللي هي في مايكرو انفيجن، يعني كلاسترز اوف تيومر سيلز موجوده في الاستروما حجمها اقل، يعني السايز بتاعها او الدايمنشنز بتاعتها اقل من 5 مللي. طيب السيلز بقى شكلها ايه اللي عامله انفيجنز دي؟ بتقول لي ان هي دايما بتكون سيلز ليها زينوفيليك سيتوبلازم، والسيتومورفولوجي بتاعها بيشبه اللايننج ابيثيليال سيلز بتاعه الايه سيرفيس بابيلي، زي ما هنشوف كده دلوقتي. ادي البابيلي اهي، ادي التيومر، تمام، وفي هنا المايكرو انفيجن اللي طبعا دي الاستروما بتاعه التيومر، تمام، وهنا في خلايا مالجننت اهي موجوده في قلب الاستروما، فده احنا بنقول عليه مايكرو انفيجن. ده الايه السمه الاساسيه بتاعه الايه البوردر لاين تيومرز.
هنا برضو صورة تانية اهي، ادي البابيلي او ادي اللايننج تيومر سيلز بتاعت البوردر لاين تيومر، وادي المايكرو انفيزيف فوساي، شايفين كلاسترز اوف سيلز او انديفيدوال سيلز ليها ايزينوفيليك سيتوبلازم، تمام. وانما الكبير عندنا ده دي السمومه بوديز، السمومه بوديز دي اللي هي بتبقى كالسيفيكيشن، دي بتبقى كاركترستيك قوي للايه، للسيروس تيومرز، بتبقى موجوده يعني كتير قوي في السيروس تيومرز، تمام، خاصه البوردر لاين، يعني بتبقى موجوده كمان قوي في البوردر لاين واللو جريد سيروس كارسينوما. الاثنين دول التو كاتيجوريز دول بيبقى فيهم سمومه بوديز كتير جدا، كالسيفيكيشن بتبقى عباره عن نيكروزس وحصل عليها كالسيفيكيشن عند التبس اوف بابيلي، فبتعمل لي السمومه بوديز زي ما خدناها في الايه البابيلاري ثيرويد كارسينوما. ده يبقى ده تاني مكان نسمع فيه عن ايه، عن السمومه بوديز. هي سمومه بودس غالبا بتبقى موجوده في يعني اي بابلاري تيومر ممكن تلاقي فيه سمومه بودس. كمان بعد كده لما ناخد السي ان اس هناخد فيه المننجيوما، نوع برضو من التيومرز بتطلع في البرين، في المننجيز بتاعت البرين بيبقى فيها برضو سمومه بودس كتير، بنقول عليها سمومه تاس مننجيوما. نرجع تاني لموضوعنا اللي هو بتاع البوردر لاين سيروس تيومر. عرفنا امتى بنقول على التيومر بوردر لاين، اولا اللايننج بتاعه بيبقى فيه ستراتيفيكيشن، بيبقى فيه مايل تو مودريت سيتولوجيكال اكتيفيا في اللايننج سيلز، بتبقى عباره عن بابيلي هيراركلي برانشنج بابيلي، تمام، فيها ستراتيفيكيشن، الكور بتاع البابيلي بيبقى ادينيتس او هايلانايزد، تمام، اللي بيبقى فيها طبعا الحاجه الثانيه اللي هي المايكرو انفيجن زي ما احنا شايفين في الصوره كده. حاجه ثانيه برضو بتميز البوردر لاين سيروس تيومرز اللي هي بيبقى معاها امبلانتس على البريتونيال او على الايه الابدومينال اورجانز او على الاومنتال فات او الحاجات اللي زي كده في الابدومين، يعني بيبقى معاها بريتونيال امبلانتس. طب الناس هتقول لي طب مش ده يعتبر ديستانت ميتاستاسيس؟ لا، هو هنا في الاوفري، في الاوفريان تيومرز كومن ان نلاقي مع من اول البوردر لاين تيومرز ان نلاقي امبلانتس على البروتونيال او على البلفيك اند ابدومينال اورجانز كده من بره. ليه؟ لان الثيوري بتاعتها او الـ يعني نظريه المنشا بتاعتها بتقول ان هو اصلا بيبقى حصل زي ما احنا قلنا ميتابليجيا في السيلوميك ايفيسيليوم، وطبعا الميزوسيليوم اللي هو اللي بيعمل لايننج للبروتونيوم والحاجات دي هو نفسه الميزوسيليوم بتاع الايه السيرفيس ايبيثيليوم، تمام. فبيقولوا ان هي بتبقى نفس الجينيتك ديفيكتس او الانيشيتنج ايجنت يعني اللي بيعمل التيومر في الاوفري برضو بيطلع الايه الامبلانتس ديت على الايه على البريتونيوم او على الاومنتال فات او على الحاجات اللي زي كده في الابدومينال او البلفيك كافيتي، تمام. يعني ده مش ديستانت ميتاستاسيس، التيومر هنا ما عملش امبولاي ودخل في البلاد وراح عمل او عمل دايركت سبريد حتى، لا، ده هو بيقول ان هي اصلا بتبقى سنكرونس، الاثنين بيطلعوا مع بعض، يعني التيومر بيطلع مع في الاوفري وكمان الامبلانتس دي بتطلع على الايه في البريتونيوم، تمام. الامبلانتس دي بيبقى شكلها ايه في البريتونيال؟ بيبقى عباره عن يعني هي بتبقى موجوده في حوالي 1/3 ثلث حالات، ثلث الحالات اللي بيبقى فيها سيروس بوردر لاين تيومرز بيبقى معاها امبلانتس من الايه من التيومر على البريتونيال، تمام. بيبقى فيها ايه يعني او شكلها ازاي؟ ممكن تكون برانشنج بابيلي زي اللي في التيومر بالظبط، اللي هي البرانشنج بابيلي دي اللي عليها سيروس ايبيثيليال سيلز، تمام. وبيبقى دي يعني كنا كان زمان في الدبليو اتش او القديم بيقولوا عليها ايبيثيليال امبلانس، يعني ان هي معظمها بتتكون من ايبيثيليال سيلز، دلوقتي بقوا بيقولوا عليها برانشنج بابيلي. النوع الثاني انك تلاقيها ان هي عباره عن تيوبولار لاندز او سمول نيستس او كلاسترز اوف ايزينوفيليك سيلز زي اللي هي عامله مايكرو انفيجن كده، زي اللي كانت بتاعه المايكرو انفيجن، تمام، وتلاقي حواليها ديسموبلاستيك رياكشن، فايبروس تيشو رياكشن كده ديسموبلاستيك، فكان زمان بيقولوا عليها برضو ديسموبلاستيك امبلانتس، تمام. يبقى هما يعني يبقى الامبلانتس دي لما بتاخد منها سيكشنز وتشوفها تحت الميكروسكوب بتلاقيها اوف تو تايبس، يا اما تكون برانشنج بابيلي تايبس او تكون عباره عن تيوبيولز او جلاندز او كلاسترز اوف سيلز تشبه برضو اللي موجوده في التيومر وتبقى موجوده على البريتونيال سيرفيس، تمام. الاثنين طبعا البروجنوزز بتاعهم زي بعض، ما فيش فرق ما بينهم، علشان كده في الدبليو اتش او اللي هو 2014 الاثنين زي بعض فسماهم هما الاثنين امبلانتس وخلاص، ما قالش عليهم يعني ما عملهمش سب كلاسيفيكيشن لان هو لقى ان هي ما يعني دونت افكت البروجنوزز، تمام. ده بالنسبه للامبلانتس بتاعه الايه سيروس بوردر لاين تيومرز.
ادي بقى بصوره للامبلانتس، ادي الاومنتال فات والبرتونيال فات اللي موجوده اهو، ودي عباره عن امبلانتس اهي برانشنج بابيلي لايند باي ذا سيم تايب اوف سيل، فيها ستراتيفيكيشن، فيها سيتولوجيكال اتيبيا، حتى كمان فيها سموميتس كالسيفيكيشن اهي، هنا وهنا وهنا في كالسيفيكيشن سمومه وبودز، فده اللي هي بنقول عليها نون انفيزيف ابسيليال امبلانتس. احيانا بتكون انفيزيف، يعني الاثنين برضو بيبقوا موجودين مع الايه، مع السيرس بوردر لاين تيومر. الامبلانتس ممكن تكون انفيزيف وممكن تكون نون انفيزيف، زي ما قلنا دول بيقولوا ان هم بيطلعوا سينكرونس مع الايه، مع التيومر. تمام. بعد كده المالجنانت سيرس تيومرز، ودي بنقسمها ليه لو جريد سيرس تيومرز وهاي جريد سيرس اوفريان كارسينوما، يعني الاثنين كانوا الاول طبعا بيقولوا ان في بروجريشن، يعني ان هي تيومرز اصلا بيبقى سيرس وبعد كده بوردر لاين وبعد كده لو جريد وبعد كده هاي جريد، فيعني او كان حتى كمان بيقولوا ان كل التيومرز بتاعت الكارسينومز يعني او مالجنت تيومرز بتاعت السيرس دي كلها هاي جريد باي ديفينيشن. دلوقتي لا بقوا بيقسموها لو جريد وهاي جريد، واللو جريد دي بيقولوا ان هي غالبا بتبقى بروجريشن من الايه، من البوردر لاين سيرس تيومر، لكن الهاي جريد ده بيبقى هاي جريد من الاول، هو التيومر بيطلع من الاول هاي جريد، يعني ما كانش فيه بروجريشن. ده طبعا بيزد على ايه؟ بيزد على مولكيولار باثولوجي وعلى الجينيتك ميوتيشنز والديفكتس اللي بتحصل في التيومر، لقوا ان الحاجات اللي بتحصل في اللو جريد سيرس غير الميوتيشنز والديفكتس اللي بتحصل في الهاي جريد، فعرفنا ان الهاي جريد ده ما بيجيش بروجريشن من اللو جريد، ده هو بيبقى هاي جريد من الاول. تمام. وبتبقى هاي جريد وبتبقى مالجنت يعني على طول من الاول، لكن اللو جريد ده غالبا بيجي من الاي بروجريشن من الاي، من السيرس بوردر لاين تيومرز. تمام. طيب نبص كده في الاول على اللو جريد سيرس اوفيريان كارسينوما، دي بتبقى عباره عن ويل ديفرنشيتد تيومر، تمام، طالع من الايه، من سيرس بوردر لاين بريكيرسور ليجن زي ما قلنا. يبقى احنا البوردر لاين تيومرز لما بنيجي نعمل لها اكزامينشن بندور بقى فيها كويس قوي، لا تكون بقت ايه، لا تكون بقت لو جريد سيرس كارسينوما. تمام. هندور على الكرايتيريا بقى بتاعه الايه، بتاعه الكارسينوما. طبعا هي اهم حاجه طبعا ان المايكرو انفيجن بقى كتير، بقى فيها انفيجن كتير، فده خلاص كده دخلت على الايه، على اللو جريد. تمام. وبتزيد بقى معاها السيتولوجيكال اتيبيا، وبيزيد الايه البرانشنج بابيلي، وبتزيد الايه الميتوتيك فيجرز والحاجات اللي زي كده. تمام. طيب شكلها في الجروس دي بقى عامل ازاي؟ بيقول ان هي غالبا بتبقى بايلاترال، زي ما قلنا ان التيومر كل ما كان بايلاترال كل ما بقى مالجننت، ده في حالات السيرس تيومرز. تمام. يبقى فيها طبعا تابلري جروس باترن من جواها. لما نيجي نقارنها بقى بالهاي جريد سيرس كارسينوما، لا ما بيبقاش فيها نيكروزس خالص، يبقى النيكروزس ده في فين؟ في الهاي جريد سيرس كارسينوما فقط لا غير، ما بيبقاش ابدا ولا مع البوردر لاين ولا مع اللو جريد، ما جبناش سيره الايه النيكروزس خالص. طب يا دكتور احنا ممكن نلاقي نيكروزس، اه بس من النوع الثاني اللي هو الكواجلاتيف نيكروزس او الانفاركت، اللي هو النوع بتاع الانفاركشن، لو حصل ان التيومر كان كبير قوي وحصل فيه تويستنج او انفاركشن فبيبتدي نشوف النيكروزس العادي، انما الكواجلاتيف تيومر نيكروزس اللي هو ان النيكروزس اللي احنا شايفينه ده اللي هو بتاع التيومر يعني مش بتاع الانفاركشن او كده، فده بيبقى يعني اكسكلوسيف على الهاي جريد سيرس تيومر. تمام. كمان الكالسيفيكيشن بتبقى موجوده وبتبقى كتيره قوي زي ما قلنا في الحالات اللي هي اللو جريد سيرس، وحالات ذات البوردر لاين بيبقى فيها السموماتس كالسيفيكيشنز كتير جدا. تمام. الاكسترا اوفيريان ليجنز مي بي جريتي اون بالبيشن ديو كالسيفيكيشن، حتى برضو البريتونيال امبلانتس بتاعته والحاجات دي بيبقى فيها برضو كالسيفيكيشن كتير، وزي ما شفنا مع اللو جريد ده برضو مع البوردر لاين. سوري، ده شكل اهو جروس للايه، اللو جريد سيروس اوفيريان كارسينوما، ادي تيومر برضو في من جواها البابيلي زي ما احنا شايفين الجروس باترن اللي هو في نودولاريتي ده او في جرانيوليشن، ده هو الايه البابلري جروس باترن. تمام. ممكن كمان التيومر زي ما قلنا يطلع كومبليتلي من السيرفس، ما يبقاش عامل سيست بقى وهو جواه، لا هو طالع اصلا من السيرفس بتاع الاوفري. تمام. بيبقى بالشكل ده، حتى احنا هنا شايفين كوربس ليوتيم اهو، تمام، شايفين اللون الاورنج اللي كنا بنتكلم عليه بتاع الكوربس ليوتيم، واضح جدا اهو الاريجولاريتي بتاعته، ده كوربس ليوتيم، يبقى ده الاوفري وده كوربس ليوتيم، وده طالع منه الايه، مش طالع من الكوربس ليوتيم طبعا، طالع من السيرفس اوف ذا اوفري الايه التيومر اهو، البابلري اكسكرنيسز اللي احنا شايفينها بالشكل ده.
طيب لما نيجي بقى نشوفه مايكروسكوبيكالي بنلاقي ان هو فيه variable architecture pattern، حاجات كتيره جدا ممكن نلاقيها. ممكن تلاقي برانشنج بابيلي، ممكن تلاقي مايكرو بابيلي، ماكرو بابيلي، ممكن تلاقي تيومر ماشيه، يعني مثلا اللي هو الجلاندولار باترن، بس ده بيبقى رير شويه، او فيلو جلاندولار باترن. تمام، ده يعني تبقى التيومر قدامك واضح قوي ان هو يعني فيه variability في الباترنز. لكن على العكس بقى الاختلاق، يعني الحاجه الثانيه ان تلاقي الخلايا كلها شكل بعضها، تمام، ان تلاقي الخلايا فيها يونيفورميتي كده، كلهم شكل بعض وكلهم مايلد تو مودريت سيلولار اتيبيا. طبعا في ستراتيفيكيشن زي ما قلنا، ده من الكرايتيريا من اول ما دخلنا في البوردر لاين واحنا معانا الاستراتيفيكيشن ماشي عادي، تمام. لكن في اللو جريد سيروس كارسينوما المميز قوي في التيومرز دي ان بتلاقي الخلايا كلها يونيفورم، الخلايا كلها شكل بعضها، ما فيش اللي هو الايه البليومورفيزم بقى الجامد، ولا البيزار نيوكلياي، ولا الابنورمال مايتوتيك فيجرز الكتير دي. لا، الخلايا بيبقى شكلها تحس انها كده مونوتونس، كلهم زي بعضهم، تمام. يبقى هنا الفاريابيلتي بتبقى في الاركتكشر، لكن السيتولوجي يونيفورم، تمام. يبقى هنا الايه المفتاح بتاع اللو جريد ده، ان ممكن تلاقي اختلاف كبير قوي في الاركتكشر، الخلايا واخده اشكال كتير، عامله اشكال كتير، لكن الخلايا نفسها على مستوى السيتولوجي التيومر سيلز كلها بتبقى مونوتونس او يونيفورم، وبيبقى كلها فيها مايلد ومودريت نيوكليير اتيبيا، ممكن يبقى فيها بروميننت نيوكليولس، تمام. الميتوتيك فيجرز فيها بتكون قليله، يعني مثلا من 2 ل 3 ميتوتيك فيجرز بيرتين هاي باور فيلدز، ما فيش نيكروزس خالص، تمام. النيكروزس ده مش موجود ابدا غير في الهاي جريد، تمام. طيب نشوف كده منظر ليه التيومرز بتاعت اللو جريد سيروس كارسينوما. اهو دي مايكرو بابلري باترن، اللي هي الحاجات اللي بتبقى طايره كده في اليوم دي بتبقى اسمها مايكرو بابيلي، تمام. مايكرو بابلري باترن اهو، لما بنكبر شايفين الخلايا كلها تحس انها ميه واحده، كلهم زي بعض، تحس ان هم مونوتونس. طبعا في طبعا هايبركوميزيا وهايبرنسي ريشيو، ده الكرايتيريا بتاعت المالجنس اللي ماشي معانا عادي، تمام. لكن الخلايا فعلا تحس انها كلها زي بعضها. ده منظر المايكرو بابلري باترن. طبعا في هنا سموميتا كالسيفيكيشن، اللي هي الحاجات الثقيله الكبيره دي المايكرو كالسيفيكيشن، تمام. ممكن التيومر برضو ياخد الشكل ده، اللي هو بتبقى برود بابيلي بالشكل ده، وطالع منها الايه التيومر عامل الايه التافتس كده، او المايكرو بابلري باترن اللي هو ماشي في الايه في اليومن بالشكل ده، تمام. ده برضو كومن باترن في اللو جريد سيروس كارسينوم. بالنسبه بقى للهاي جريد سيروس اوفيريان كارسينوماز، دي طبعا بتبقى هي طبعا الموست كومن اوفيريان ابسيليال كانسر، ان هو يكون مالجنانت، او اللي هي الهاي جريد سيروس كارسينوما، وده طبعا اللي هي مسؤوله طبعا عن المور ديسز والباد بروجنوزس والحاجات دي كلها بتبقى في الهاي جريد سيروس كارسينوما، تمام. تيومرز دي معظمها او يعني اكتر من ثلثين الحالات فيها بتكون باي لاترال، تمام. على طبعا الـ زي ما احنا متفقين التيومرز اللي هي بيناين بتكون مور يونيلاترال ومور يونيليكولار، لكن كل ما كان التيومر داخل في سكه المالجنسي بيكون اكتر ان هو يكون باي لاترال ومالتي نيوكولار، وبتبدا يظهر سوليد ارياز، ويبدا يظهر بقى الايه النكروزس هنا في الهاي جريد سيروس كارسينوم. الماكروسكوبيكالي او شكل التيومر في الجروس بيقول لي ان الهاي جريد سيروس كارسينوما بيبقى فيها سوليد ارياز، فيها مالتي لوكيوليشن، فيها سيستيك ارياز، فيها نيكروزس، فيها هيموريج، فيها فرايبيليتي، يعني التيومر تمسكه في ايدك كده يتفرفت من كتر ما الخلايا خلاص بقى مش ماسكه في بعضها. هي فيها بيبقى طبعا في الاميونوهيستوكيمستري بنبين في بعض الحاجات يعني بنستخدمها للديفرنشيشن بتاع الهاي جريد سيروس كارسينوما من الاذر كارسينوما. طبعا هي بالهيستولوجي بتبقى باينه يعني، او بس في حالات طبعا بتبقى متداخله او بيبقى فيها ارياز كده مش واضحه، فبن ايه بن ساعات بنحتاج ان احنا نعمل اميونوهيستوكيمستري. طيب كلينيكالي الاوفيريان سيروس كارسينوماز او الهاي جريد كارسينوما دي غالبا بتبقى بريزنتد لارج ماس، وبتبقى زي ما قلنا باي لاترال، في اكتر من 2 ثيردز من الكيسز بتكون باي لاترال بريزنتيشن، وطبعا بيبقى معاها اومنتال ميتاستاسيس. خلاص بقى هنا التيومر بقى هاي جريد، بقت ميتاستاسيس طبعا، ده يعني بالدايركت سبريد بقى بالبلاد ميتاستاسيس، بيبقى البطن كلها مفروشه بالايه مفروشه بالتيومر، زي ما اتكلمنا امبارح واحنا بنقول على الكلاسيفيكيشن كده في الاخر لما قلنا
قلنا في الجريدنج، ان احنا طبعا بندي في الاول عشان نعمل ستيجنج بنعمل حاجه اسمها اكسبلوريشن، بنفتح بقى بطن العيانه ونبص وناخد سامبلز من كل حاجه ونشيل بقى كل الحاجات اللي عليها تيومر، بنلاقي التيومر فعلا منتشر جدا في الايه، في الابدومينال وبلفيك كافيتي، وعامل بروتونيال امبلانتس او بنسميها هنا بقى طبعا اومنتال ميتاستاسيس، لان ده بقى فرانكلي مالجنانت تيومر. تمام، بيقولوا عليها حاجه اسمها اومنتال كيك، ان هي بتبقى جنب بعضها كده وايه ومرصوصه كده من فرشه البطن كلها يعني. ده منظر اهو للهاي جريد سيروس اوفيريان كارسينوما، طبعا من شكله ده اكيد ده مالجنانت تيومر، لارج تيومر ماس، فيها ارياز اوف سيستس، فيها سوليد ارياز، فيها بابلري، تمام، فيها ارياز اوف نيكروزس. دي برضو صوره ثانيه للسبيسمن بتاعه توتال هيستريكتومي، ده الاوفري، ده اليوترس، وده السيرفكس بتاعه، وده الاوفري اللي فيه تيومر اهو، شايفين هنا قد ايه تيومر، لارج تيومر ماس، تمام، في كل الايه الكرايتيريا بتاعه المالجنسي. طيب بالنسبه بقى للهيستولوجي بتاعه، لما بناخد منه سيكشنز وبنبص عليه تحت الميكروسكوب، ده باي ديفينيشن كده هاي جريد، هاي جريد تيومر. اولا اول ما بتحط الشريحه بتلاقيها زرقاء جامد جدا، زرقاء فظيع يعني. طب الزرقاء ده جاي منين؟ من الهايبر كروميجيا. تيومر ده فيه كميه سيلز كتير جدا وكلها هايبر كروماتيك، يعني كميه الكروماتين فيها كتير، فكميه النيوكلياي كتير، فبتلاقي ان تيومر اول ما بتحطه كده، اول ما بتحط سلايد تحت الميكروسكوب بتلاقيها زرقاء جامد جدا، على طول بيجي في دماغك الديفرنشال اللي بتاع التيومر ده، ان ده هاي جريد سيروس كارسينوم. تمام، لما بتبتدي بقى تعمل اكزامينيشن وبتبص عليها بتلاقي برضو فاريبل اركتكتشر، شويه عاملين بابيلي، ممكن تلاقي جلاندولار باترن، ممكن تلاقي كريبري فورم، اشكال كتيره جدا من التيومر ممكن تشوفها في الهاي جريد سيروس، لكن الاهم بقى هو السيتولوجيكال فيتشرز. طبعا التيومر ده السيلز بتاعته بيبقى فيها كل المالجنانت كرايتيريا، فيها طبعا هاي جريد نيوكليار اتيبيا، فيها بيومورفيزم، احيانا تلاقي الخلايا كبيره جدا، في ماي هاي مايتوتيك فيجرز، مايتوزس كتير جدا، وفي ابنورمال فيجرز، تلاقي في بيزار نيوكلياي، بيزار جاينتس تيومر سيلز. الاشكال بقى اللي هي بتاعه الايه المالجنانت بتاعت يعني اللي هي الحقيقيه بقى، تمام، اللي هو التيومر سيلز بقى بتكون فيها كل فعلا المالجنانت كريتيريا. السيلز دي المميز فيها ان السيتوبلازم بتاعها بيكون لس اباندنت، يعني شويه سيتوبلازم صغيرين بس، احيانا بيكون فيها اباندنت ايزونوفيليك سيتوبلازم في بعض الاحيان يعني. وكمان التيومر ده دايما بيكون اسوشيتد معاه شويه سكوامويد ديفرنشيشن كده او حاجه، ممكن برضو بنشوفها في الايه، في الهاي جريد سيروس اوفيريان كارسينوما. بنلاقي بقى نيكروزس، بنلاقي سمومه بودز، كل الحاجات دي بنشوفها في الهاي جريد سيروس تيومر. ادي التيومر اهو، طبعا هنا في برانشنج بابيلي، دي البابيلي، تمام، ملهاش بقى علاقه خالص بالهيراركيكال بتاعه البوردر لاين، ده كان شكل وده شكل تاني خالص. ايوه انت عم تقلبي السلايدز شيء؟ انا بتكلم، انت يعني السلايدز بتقلب، انت واقفين فين؟ انتوا اللي وصل لكم ايه يا شباب؟ اول مايكروسكوبيك سلايد حطيتيها تبعوا الهاي جريد. طيب ما هو انا كنت لسه فيها، ما هي كانت اول واحده فعلا. لا قبل، يعني قبل ما تبلش تحكي عن الكروس بيكتشر والكلينيكال والهيستولوجي. طيب انا هطلع من الـ من الـ هقفل ده خالص اهو واعمل ستوب شير ونفتح الشير تاني. اللي ظهر دلوقتي معانا الهاي جريد سيروس اوفيريان كارسينوما الهيستوباثولوجي، تمام، بقى ما بينش يعني.
كده واضح؟ ايه هلا ايه تمام. يبقى احنا دلوقتي وصلنا للهاي جريد سيروس اوفيريان كارسينوما، اتكلمنا على الجروس ابيرنس بتاعها، واتكلمنا على الميكروسكوبيك، قلنا ان يبقى فيها هاي فاريابيليتي في الاركتكتشر، وكمان السيتولوجي بيبقى الخلايا بيبقى فيها بليومورفيزم، هاي انسيريشيو، هايبر كروميجيا، كل الكريتيريا بتاعت المالجنسي، ابنورمال ميتوتيك فيجرز، النكروزيس، السموما بودز، كل دي كريتيريا موجوده في الهاي جريد سيروس اوفيريان كارسينوما. لما نيجي نبص على الميكروسكوبيك ابييرنس بتاعها، شايفين شكل البابيلي هنا طبعا مختلفه تماما عن البابيلي بتاعه البوردر لاين تيومرز، عشان برضو الناس برضو بتقول لي طب احنا ازاي هنعرف ده من ده من ده، اهو ده شكل مختلف تماما. الثانيه كانت البابيلي بتاعتها كانت برود بابيلي، كان فيها هيراركي للابييرنس، كان فيها الليس ستراتيفيكيشن، طبعا الخلايا كان فيها مايلد تو مودريت سيتولوجيكال اتيبيا، تمام. البابيلي نفسها كان الكور بتاعها ايديمتس وليس فايبرس، وكان في بوسي سيلولاريتي يعني الخلايا بتاعته قليله. لكن هنا طبعا في الهاي جريد سيروس اوفيريان كارسينوما بتلاقي ان البابيلي، شايفين اللايننج عامل ازاي، شايفين الخلايا، نكبر عليها كده ونشوف الخلايا، طبعا هاي جريد او هاي بليمورفيزم وهاي جريد سيلولار اتيبيا، شايفين النيوكليس قد ايه هاي ان سي ريشيو. بتلاقي طبعا المنظر اللي قدامنا ده الهاي جريد مورفولوجي ده بتاعت الخلايا دي، لا دي طبعا هاي جريد سيروس تيومر، تمام. ادي برضو منظر تاني اهو، دي البابلاري تافتس اللي هي المايكرو بابلاري تافتس اللي موجوده، طبعا شايفين الميتوتيك فيجرز كتير جدا، ده ميتوزس وده ميتوزس وده كمان ميتوزس، تمام. في ميتوزس كتير جدا ده، وده هنا كمان اهو واحد، تمام. دي شكل الايه، شكل المالجنانت تيومر اللي هو الهاي جريد سيروس كارسينو. صور تانية برضو شايفين البليومورفيزم بتاع الخلايا قد ايه، الخلايا كلها مش متناسقة مع بعضها، في خلايا كبيرة وخلايا صغيرة، abnormal large nuclei multiple nucleoli، تمام، abnormal mitotic figures، خلايا طبعا شكلها هايلي بليومورفيك، تمام. هنا برضو الصورة دي فيها انفيجن للكور اوف ذا بابيلي، يعني التيومر هنا عامل انفيجن للكور بتاع البابيلي، وفيها كمان سموما بودز هنا موجودة اهي في الكور بتاع البابيلي، وده التيومر سيلز موجودة جوه في الكور، تمام. ده برضو من علامات ان ده فرانكلي مالجنانت تيومر، تمام. هنا برضو في سموما بودز اهي، والتيومر طبعا هنا عامل بقى خلاص ما عادش بابيلي ولا حاجة، ده بدأ يعمل سوليد شيتس، تمام. كل ما كان التيومر بقى هاي جريد، كل ما بدا ان هو يبقى التيومر سيلز تمشي كده في سوليد شيتس مع بعضها، ما تعملش بقى بابيلي ولا كريبري فورمنج ولا جلاندولار ولا حاجه، اللي هي تاخد شكل الايه السوليد شيتس، تمام. ده في الهاي جريد سيروس كارسينوم. طبعا شايفين منظر السموما بودز واضح جدا ومميز جدا، تمام. ده بالنسبه للايه الهاي جريد سيروس تيومرز. يبقى احنا كده اتكلمنا على السيروس تيومرز كلها، من اول البيناين والبوردر لاين واللو جريد سيروس والهاي جريد سيروس، وعرفنا الترانزيشن بيمشي ازاي، واليونيلاتراليتي والبايلاتراليتي ماشيه ازاي، والايه والتيومر نفسه ايه المميز في كل حاجه. اهم حاجه الحته الجديده علينا اللي احنا ما سمعناهاش قبل كده ابدا، اللي هي البوردر لاين. فالبوردر لاين هنا في السيروس بيبقى معاه مايكرو انفيجن، وعرفنا الكريتيريا بتاعته، وعرفنا شكل البابيلي علشان ما تتلخبطش مع البابيلي بتاعه الايه الهاي جريد او حتى اللو جريد سيروس تيومرز. بعد كده هندخل على الميوسينس تيومرز، وهنبتدي بالميوسينس سيست ادينوما او الادينو فايبروما. طبعا الميوسينس تيومرز دي بتمثل حوالي البناين بارت منها بيمثل حوالي 80% من كل الميوسينس تيومرز. يعني ايه؟ يعني معظم الميوسينس تيومرز اللي بتطلع في الاوفري بتكون بناين، تمام؟ وغالبا معظمها برضو كلها او كلها حتى بتكون يونيلاترال، تمام، بتبقى على ناحيه واحده من الايه الاوفرز، تمام. الايدج اوف برزنتيشن بتاع الميوسينس تيومرز غالبا بتبقى في العشرينات والثلاثينات، رير او انها تكون في الايه الاكستريميتيز اوف ايج، يعني في السن الصغير قوي او اللي هو بيفور مينارك او افتر مينوبوز بيكون التيومرز دي رير، هي غالبا بتطلع في الريبرودكتيف بيريود، تمام. وطبعا هي يعني هو هنا كاتب ان هي حوالي 10% من التيومرز بتكون بايلاترال، لا اقل كمان، ممكن بس 5% بس من التيومرز دي اللي بتبقى بايلاترال، اللي هي الميوسينس تيومرز. الميوسينس بقى تيومرز البناين بارت منها اللي هو بيبقى الميوسينس سيست ادينوما او الادينوفايبروما، ده بيبقى غالبا السيست ادينوما دي بتبقى غالبا مالتي لوكولار سيست، وبيكون حجمها كبير. الميوسينس تيومرز برده مميز فيها ان السايز بتاعها بيبقى اكبر من من السيروس تيومرز، وبتكون مالتي لوكولار، تمام، غالبا بتبقى مالتي لوكولار عن انها تكون يوني لوكولار. الانر لايننج بتاع السيست بيكون سموث، وما بيبقاش فيه بابيلي ولا سوليد اريا،
البناين تيومرز اللي هي الميوسينس سيست ادينوما غالبا ما فيهاش بابيلي خالص، بيبقى دايما التيومر كده لايند باي سنجل لاير اوف ميوسين سكريتنج ابيثيليال سيلز وخلاص، هو هتلف السيست كله وتقطع منه كله وتشوفه كله تحت الميكروسكوب مش هتقابل ولا بابيلي خالص، تمام؟ كلها بتبقى عباره عن ايه، سنجل لاير من ايه، ابيثيليال اللي هي الميوسين سكريتنج ابيثيليال سيلز وخلاص، تمام؟ التيومر طبعا دي زي ما قلنا بيبقى حجمها كبير، بتبقى لارج، فعشان كده بتبقى لايبل ان هي يحصل فيها انفاركشن ويحصل فيها هيموريج ونيكروزس، ده نتيجه ليه، لان التيومر سايز كبير على العكس من السيرس تيومرز قلنا غالبا بيبقى حجمها صغير، رير قوي ان انا الاقي فيها هيموريج او نيكروزس او انفاركشن نتيجه لان التيومر سايز يعني. لكن هنا في الميوسينس لا، بتوصل لحجم كبير جدا والبناين كمان، وكل ما كان التيومر اكبر كل ما كان يعني كل ما دخل فيه المالجنسي اكتر كل ما كان تيومر اكبر، تمام؟ كمان هنا الارياز بتاعت لما يكون تيومر فيه سوليد اريا بنقول عليه طبعا الادينو فايبروما، وده بيبقى رير شويه، المور كومن اللي هي الميوسينس سيست ادينوما. لو بصينا اهو مايكروسكوبيكالي او جروسلي تيومر اهو بيبقى مالتي نوكيولار، هنا يعني باي لوكيليشن بس، لكن هو غالبا بيبقى مالتي نوكيولار، الانر سيرفيس بتاعه بيبقى سموث والكونتنت بتاعته بتبقى ميوسينس ماتيريال ميوسين، تمام؟ لما بناخد منه سيكشنز بقى وبنبص تحت الميكروسكوب قد ايه المنظر بتاعه مميز جدا، وبيبقى منظر سموث كده وجميل قوي، اللي هو ان السيست ده بيبقى له فايبرس وول، سين فايبرس وول، واللايننج كله عباره عن سنجل لاير اوف ميوسين سكريتنج ابيثيليال سيلز، ممكن تبقى شبه بتاعه الاندوسيرفكس، فتلاقي الخلايا كلها مرصوصه جنب بعضها كده، بيسموها حاجه اسمها باكيت فينس ابييرنس، اللي هو زي سور الحديقه يعني. باكيت فينس ده عارفين ان هم الناس اللي في المزارع بتاعه امريكا وكده، بيبقى السور الابيض اللي هو في حتت كتير يعني من العالم مش شرط يعني، السور الابيض اللي هو الخشب اللي بيبقى كله جنب بعضه ده هو بيبقى شكل التيومر زيه بالظبط، تمام؟ اللي هي التيومر سيلز بتبقى ارينجد كده جنب بعضها، فبيسموها باكيت فينس ابييرنس، ده بيبقى منظر اللي هو الاندو سيرفايكال تايب ميوسين سكريتنج سيلز. لكن لما بيبقى انتستاينال تايب بيبقى طبعا الخلايا اللي هي بيبقى فيها طبعا جوبلت سيلز، واحيانا كمان تبقى معاها بعض البنن سيلز او نيورو اندوكراين سيلز، تمام؟ طيب لو كان ده لو كانت تيومر سيست ادينوما، طب لو كانت سيست ادينو فايبروما بتلاقي طبعا الفايبرس كومبوننت كتير، فبتلاقي ان التيومر سيلز ممكن تعمل لي جلاندولار ستراكشر برضه لايند باي ذا سيم تايب اوف سيلز، اللي هي يا اما تكون اندو سيرفايكال تايب او انتستاينال تايب، تمام؟ الاثنين يبقوا يا كده يا كده، يعني تيومر يبقى يا ده يا ده، تمام؟ لو بيقول لي طبعا لو التيومر حجمه كبير قوي وفي كميه ميوسين فبيزيد الانترا اليومينال بريشر، فممكن يعمل ايه، بريشر اتروفي على اللايننج سيلز، فتبتدي بدل ما هي كانت كولامينر تبقى مور كيوبويدال او حتى فلات سيلز، تمام؟ في بعض الحتت كده من التيومر تلاقي اللايننج سيلز بقت فلات، ده نتيجه لايه؟ نتيجه للبريشر اتروفي، تيومر مليان ميوسين كتير وعمل ايه، بريشر على اللايننج سيلز. ده منظر الهيستولوجي بتاع الميوسينس سيست ادينوما، ادي زي ما قلنا بناخد مالتيبل سيكشنز كده من الايه، من السيست وول، تمام؟ على الباور دي ما بنشوفش طبعا اللايننج قوي، بس هو هنا برضو واضح اهو في بعض الاماكن اللايننج اهو ماشي معانا سنجل لاير اوف سيلز، هنا التيومر برضو عامل مالتي ريكيليشن زي ما احنا متفقين. لما بنكبر عليه اهو شايفين المنظر بقى الجميل ده بتاع الايه، السنجل لاير اوف ميوسين سكريتنج سيلز، شايفين ماشيين ازاي جنب بعضهم، منظر ده مميز قوي للايه، للميوسينس سيست ادينوما. طبعا ده اللي هو منظر الباكيت فينس اللي انا كنت بقول لكم عليه، تمام؟ ده بتاع الاندو سيرفايكال لايك، او اللي هو لما يكون التيومر طالع زي الاندو سيرفكس، تمام؟ لما يكون بقى شبه الانتستين، تمام؟ الانتستاينال تايب ابيثيليوم اهو شايفين الجوبلت سيلز طبعا واضحه، تمام؟ ميوسين سكريتنج ابيثيليال سيلز وفيها الجوبلت سيلز كمان اهي، ده اللي هو الانتستاينال تايب ابيثيليوم، تمام؟ على ده في الميوسينس سيست ادينوما، لما تبقى سيست ادينو فايبروما بتكون بقى اللايننج ده يعمل لي ايه، لايننج ليه جلاند جلاندولار ابييرنس كده، تمام؟ وبرده نفس الكرايتيريا وبلاند وكل حاجه. ده بالنسبه للميوسينس سيست ادينوما. طيب بالنسبه للميوسينس بوردر لاين تيومر او اللي هو الاتيبيكال بروليفراتيف ميوسينس تيومر، بيقول ان ده بقى التيومر هنا بيوصل لحجمه السايز بتاعه بيوصل حتى لحد 50 سم، ممكن يوصل لحجم كبير قوي، يبقى اكبر يعني يمكن اكبر حاجه، اكبر تيومر يوصل يطلع فيه الاوفري هو البوردر لاين ميوسينس تيومر،
تمام، بيوصل لحجم كبير جدا، ممكن زي ما قلت زي ما مكتوب كده لحد 50 سنتي، بس بيقولوا ان المين او المتوسط بتاع التيومرز دي اللي هو من 20 ل 25 سنتي يعني، تمام، اللي هي البوردر لاين ميوسينس تيومر. غالبا بتبقى يونيلاترال تمام، وبتبقى سيستيك، وبتبقى مالتي لوكيولار تمام، وبيبقى فيها مالتي لوكيولار سيستيك سبيسز كده جنب بعضها، وفيها الميوسين زي ما احنا شايفين اهو، تيومر لارج تيومر. طبعا هو هنا مقفول، لما بنفتحه بنلاقيه مالتيبل لوكيولاي وبيبقى فيه الميوسين، ممكن تشوف فيه الايه البابيلي في بعض الاحيان. مايكروسكوبيكالي بقى لما تقطع منه سيكشنز بقى وتفحصها تحت الميكروسكوب، برضه لايند باي كولامنر ميوسين ابيثيليال سيلز، يا اما من الجاستريك او السباينال تايب ديفرنشيشن او من الاندوسيرفايكال تايب ديفرنشيشن يعني. بيبقى معاها بابيلي او سودو بابلري انفولدنجز، معاها جبله سيلز لو هو السباينال تايب تمام. النيوكلياي بتاعته بتبقى طبعا فيها مايلد تو مودريت سيتوبلازم سيتولوجيكال اكتيبيا تمام، وبتبقى الميتوزس فيها قليل يعني، مش واضح قوي في بعض الاحيان، وبعض الاحيان تلاقي فيها ميتوزس كتير يعني. الميتوزس هنا مش زي بتاعه البوردر لاين سيرس مبقاش فيها ميتوزس كتير، لا هنا ممكن في البوردر لاين ميوسينس فاريبل ميتوزس تمام. بيقول ان فيها في التيومرز دي ممكن يبقى فيها حتت كتير قوي باينه ان هي لاين باي سنجل لاير اوف سيلز تمام، فعشان كده احنا في الميوسينس تيومرز بشكل عام بناخد سكاشن كتير جدا، لان ممكن التيومر في حتت يبقى باين ان هو سنجل لاير او ان هو يعني بيناين، وفي حتت تانيه تبان بقى البابيلي ويبان البرانشنج ويبان الايه الهيراركال ابيرنس والحاجات دي بتاع والمايكرو انفيجن بتاع البوردر لاين. فلازم اعمل جود سامبلينج، لان كمان شويه هقول لك في المالجنت، في المالجنت ميوسينس تيومرز كمان شويه هقول لك ان التيومر ده بيبقى فيه الثلاث انواع، بيبقى فيه حتت بيناين وحتت بوردر لاين وحتت مالجنت. يبقى انا كده في الميوسينس تيومرز بشكل عام لازم اعمل جود سامبلنج، لازم اخد عينات كتير، لان التيومر بيبقى فاريبل، بيبقى فيه حتت بيناين وحتت بوردر لاين وحتت مالجنت، فلازم افحصه كويس وادور كويس. طبعا في البروسلي بيبقى باين لو هو كومبليتلي سموث ومفيش اي بابيلي ولا حاجه، ده بيبقى بيناين خلاص انا مطمن غالبا يعني، لكن البوردر لاين ده بعمل منه سامبلنج كتير جدا، لان في اماكن ممكن تبقى مالجننت وانا ابقى تبقى مزد مني في الايه في الدايجنوزس لاني ما عملتلهاش سامبلنج كويس. زي ما قلنا اهو ده تيومر اهي، دي البابيلي بتاعت الميوسينس تيومرز تمام، برضو اللايننج اهو ماشي معايا، وبيبقى طبعا فيها ارياز اوف مايكرو انفيجن زي ما اتكلمنا، المايكرو انفيجن ثابت معانا في الايه في البوردر لاين تيومرز تمام. احيانا التيومر يعمل زي جلاندولار ابيرنس كده، او يبقى لايننج الجلاندولار ابيرنس الماكرو سيستيك سبيسز كده، والسي بابلري تافتس بالشكل ده برضه هو نفس الايه المناظر دي. هي بياخد بقى اي حاجه من دول بابلري جلاندولار او كده، بس لازم تعرف ان اللايننج سيلز هنا بتبقى ميوسين سكريتنج وبيبقى فيها طبعا مايكرو انفيجن. حاجه تانية بقى بتحصل مع الميوسينس بوردر لاين تيومرز اللي هي سودو ميكزوما بريتونياي. السودو ميكزوما بريتونياي دي عباره عن كلينيكال كونديشن بيبقى فيها ميوسينس اسايتس، البيشنت بتبقى بطنها كلها الفلويد اللي موجود فيها كله عباره عن ميوسين تمام في الابدومين والبلفيك كافيتي. هي طبعا الموضوع ده دلوقتي غالبا بيقولوا ان يعني 97% من حالات السودو ميكزوما بريتونياي ما بيكونش السبب فيها هو الميوسينس تيومر بتاع الاوفري، لا بيكون ميوسينس تيومر في الابندكس او في الكولون تمام. يبقى اقل من 3% من حالات السودو ميكزوما بريتونياي هي اللي تبقى سببها اوفريان اوريجين تمام، فده بقت الاسوشيشن هنا بقت قليله قوي. كمان شويه يعني كده بعد كمان شويه انفستيجيشنز وكده هيقولوا ان هي كلها ما بتطلعش من الايه من الاوفري، ان كل الاورجن بتاع السودو ميكزوما بريتونياي يطلع من الايه الابندسيال تيومرز تمام. فيعني حته الاسوشيشن بقى ما بين الميوسينس تيومرز بتاعه الاوفري والسودو ميكزوما بريتونياي او الميوسينس اسايتس كل شويه بيحاولوا بيقللوها، يعني كل شويه بيقللوها ان هي معظمها بتبقى الاورجن بتاعها من الايه من الميوسينس تيومرز بتاعه الابندكس مش من الاوفري تمام. ده بالنسبه للسودو ميكزوما بريتونياي. بالنسبه للمايكرو انفيجن برضو الميوسينس بوردر لاين تيومر زي ما قلنا بيبقى معاها مايكرو انفيجن، بيبقى سترومال انفيجن اقل من 5 مللي في الجريتس دايمنشنز بتاعته، وبيتكون برضو من سنجل او كلاسترز سمول فوساي اوف كونفلوينت جلاندولار او كريبري فورم ابييرنس. مالناش دعوه بالعدد، لنا دعوه بايه؟ لنا دعوه بالايه الدايمتر اللي هو اقل من 5 مللي تمام.
طبعا هو مش كل الحالات، بيقولوا ان مش كل الحالات بتاعه البوردر لاين ميوسينس تيومرز يكون فيها مايكرو انفيجن، من 4 ل 18% بس من الحالات، لكن طبعا وجود المايكرو انفيجن لا ينفي ان ده بوردر لاين تيومر، بالعكس ده ماشي معاه، فاحنا ما نخافش منه تمام، وما بيأثرش على البروجنوز، ادفيرس افكت اون بروجنوز، يعني سواء لقيت البوردر لاين ميوسينس تيومر ده فيه مايكرو انفيجن او لا، ده ما بيأثرش معاك على البروجنوزس. طبعا ده مش كلامنا، ده كلام ريسيرشز وابحاث كتيره اتعملت وكلها اتفقوا عليها في الريسنت دبليو اتش او كلاسيفيكيشن. كل الحاجات دي كان فيها كلام كتير قبل كده وكان فيها كونتروفيرسي، لكن حاليا خلاص كل ده الكلام ده كله محسوم ومدروس يعني مكتوب خلاص في الدبليو اتش او، فاحنا ما مش بنجادل فيه بقى خلاص. بعد كده هندخل على الميوسينوس كارسينوما. الميوسينس كارسينوما دي بقى اللي هي بتاعت اللي طالعه من الاوفري، ميوسينس اوفريان كارسينوما دي بتبقى يعني غالبا التيومر هنا بيبقى يونيلاترال، التيومر هنا بيبقى غالبا لارج ماس كبيره تمام، وبيبقى الخلايا بتاعته كلها طبعا ميوسين سكريتنج ابسيليال سيلز، فيها انترا سيتوبلازميك ميوسين، ده غير الميوسين اللي هو باين بروسلي في اليومن بتاع التيومر تمام. غالبا بيبقى اللايننج ابسيليوم هنا بيبقى من اوف ذا جاسترو انستاينال تايب ابسيليوم تمام. رير قوي ان انا الاقيه من اللي هو بتاع الاندو سيرفايكال تايب. الحقيقه ان الاندو سيرفايكال تايب ده ممكن ما بشوفوش غير في الـ في الـ في السيرس في الميوسينس سيست ادينوما بس تمام، لكن في البوردر لاين وفي المالجنانت غالبا بيبقى اللايننج اوف انستاينال تايب تمام. الميوسينس تيومرز بتمثل، المالجنانت ميوسينس تيومرز بتمثل 3 ل 4% من كل البرايمري اوفيريان كارسينومات تمام. الانسيدنس بتاعها اقل بكتير، ليه؟ لان معظم التيومرز اللي بتبقى ميوسينس في الاوفري بعد ما بنعمل لها انفستيجيشنز كتير بنتوصل ان هي ميتاستاسيس وليست برايمري تمام. عشان كده نسبه تشخيص البرايمري اوفيريان ميوسينس كارسينوما بقت قليله قوي وكل مدى بتقل، لان كل شويه بيطلع ماركرز او ايميون هيستوكيميكال ماركرز وجينيتك، يعني بنتكلم فيها على ان معظم الميوسينس تيومرز اللي كانت متشخصه في الاوفري هي اصلا سكندريز من الايه، من الابندكس او من الكولون، اللي بيبقى فيه برايمري تاني وهو اللي باعت ميتاستاسيس في الايه، في الاوفري. فده الكلام كله دلوقتي على الميوسينس تيومرز بتاعت الاوفري. ميوسينس كارسينوما بتاعت الاوفري طبعا بتبقى لارج وتيبيكالي يونيلاترال تمام، وبتبقى كومبلكس وسوليد سيستيك ماسز. في ناس بقى تقول لك ان لو لقيت الميوسينس تيومر ده باي لاترال، هنقول دلوقتي شويه كرايتيريا كده، ان التيومرز اللي هي بتبقى باي لاترال او سمول او كده ده غالبا بيبقى ميتاستاسيس وليس برايمري اوفيريان ميوسينس تيومر تمام. الميوسينس تيومر اللي طالع من الاوفري غالبا يبقى يونيلاترال وبيبقى لارج ماس تمام، وفي سيستيك اند سوليد ارياز. طيب هيستوباثولوجيكالي بقى هفحصه ازاي تحت الميكروسكوب؟ بيقول لك ان هو شكله تحت الميكروسكوب بيبقى واخد واحد من تو باترنز، يا اما يبقى حاجه اسمها اكس بانسايل باترن. يعني ايه اكس بانسايل؟ يعني تلاقي ان التيومر كله عباره عن جلاندولار وبرانشنج بابيلي او حاجات كده، ومش عامل انفيجن للستروما، يعني ما فيش انفيجن. لو دورت كتير قوي بتدور وما بتلاقيش انفيجن، لكن الخلايا نفسها هي اللي فيها المالجنانت كرايتيريا تمام، فبتلاقي ان ده بيقولوا عليه اكس بانسايل تايب تمام، ما فيهوش obvious stromal invasion، بيتكون من complex back to back malignant glands هي اللي ماليه التيومر وخلاص، لكن ما فيش او minimal stromal invasion. النوع الثاني بقى اللي هو infiltrating type، ده بنلاقي فيه stromal invasion كتير وواضح جدا في عن glands بقى و individual cells و clusters وكده زي بتاعه المايكرو انفيجن، بس طبعا حجمها او السايز بتاعها كبير اللي هو اكتر طبعا من 5 مللي، وبيبقى فيها كمان desmoplastic stromal reaction تمام. طبعا من الكلام كده نعرف ان الاكسبانسايل باترن ده بيبقى له جود بروجنوزس عن الانفلتريتيف باترن، لان طبعا كل ما كانت التيومر سيلز فيها ليها القدره على الانفيجن والانفلتريشن انها تقدر تعمل انفيجن للبلاد فيسلز وتعمل ديستانت ميتاستاسيس، فده بيبقى ليها باد بروجنوزس. لكن الاكسبانسايل كروس باترن ده بيبقى له فافورابل بروجنوزس.
بعد كده لما واحنا بقى بنشوف السيتولوجي بتاع التيومر اللي هو الميوسينس تيومرز الميوسينس كارسينوما، بنلاقي ان فيها ميتوتيك اكتيفيتي طبعا، وفي ابنورمال ميتوتيك فيجرز، ده طبعا مالجنت تيومر، فرانكلي مالجنت، تمام. بتلاقي بقى هنا في المميز بقى كمان للميوسينس تيومر زي ما قلنا ان بيبقى فيه هيتروجينيسيتي، يعني ايه؟ يعني تلاقي ارياز اوف بيناين وارياز اوف بوردر لاين مع المالجنت تيومر. فعشان كده قلنا في السامبلنج خاصه في البوردر لاين تيومرز لازم نعمل جود سامبلنج ونفحص على قد ما نقدر من التيومر، علشان لو في areas of malignancy او frankly malignancy مش border line وبس، نقدر ان احنا نعمل لها detection وتبقى documented و diagnosed عشان البيشنت تعمل الايه، تمشي على البروتوكول التريتمنت المظبوط، تمام. يبقى لازم هنا التيومرز اللي هي الميوسينس كارسينوما بتكون هيتروجينيسيتي، بيبقى فيها مالتيبل ارياز من بيلاين وبوردر لاين مع التيومر نفسه، فلازم نعمل جود سامبلنج عشان نعمل لها detection، تمام. وزي ما قلنا ان احنا الاوفريان ميوسينس تيومرز تدخل معاه في الديفرنشال على طول الاي ال ميتاستاتيك تيومرز، تمام. فلازم اي ميوسينس تيومر في الاوفري بدور بقى في البيشنت كويس قوي، واشوف بقى الكريتيريا اللي احنا بنقول عليها دي، بيقول لي ان في ات ليست تو اوف ذا فولوينج كريتيريا لو موجودين يبقى ده ميتاستاتيك تيومر وليس برايمري اوفريان تيومر. اللي هو ايه؟ اول حاجه البايلاتراليتي، لما تلاقي التيومر بايلاترال ده يعني ادي عندك بوينت كده تقول لك ان ده غالبا هيبقى ميتاستاتيك، لان البرايمري ميوسينس تيومرز بتاعت الاوفري غالبا بتبقى يوني لاترال، تمام. ولو لقيت التيومر سمول سايز، تمام، ده برضو عكس اللي احنا ماشيين عليه، لان احنا قلنا ان الميوسينس تيومر غالبا بتبقى حجمها كبير، ده البيناين والبوردر لاين ممكن يوصل ل 50 سنتي، فيبقى المالجنت هيبقى صغير، لا يبقى ده غالبا لو التيومر كان سمول سايز او بايلاترال، تمام، ده بيمشي مع انه ميتاستاتيك تيومر، تمام. ولو لقيت التيومر واخد الايه سيرفيس انفولفمنت، يعني تحس ان انت بتفحص التيومر ماس كده، تحس ان التيومر سيلز جايه من بره، يعني تحس انها داخله كده على التيومر، فده بيقول لك ان ده جاي كده ايه من بره، يعني جاي من دايركت سبريد من اذر اورجانز في الايه في البلفيك او في الابدومينال كافيتي. كمان لما بتلاقي نودولار باترن اوف اوفريان انفولفمنت، يعني ايه اللي هو التيومر اللي هو بيقول لك ان ده ميتاستاسيس، يعني ان حتت بناء يعني حتت من الاوفري سليمه وحتت فيها ميوسينس جلاندز، تمام، يوسين سكريتنج مالجنانت جلاندز، فده اكيد ده ميتاستاتيك تيومر وليس برايمري اوفريان تيومر. او كمان اللي هو هازارد انفلتريتد باترن اوف ستروما اللي هو عامل طبعا ستروما الانفيجن للاوفريان ستروما نفسها، فده برضو بيقول لي ان ده كده يبقى ميتاستاتيك تيومر وليس برايمري اوفريان ميوسينس تيومر. ده شكل السيتولوجي اهو بتاع الميوسينس كارسينوما، الخلايا طبعا فيها ستراتيفيكيشن، فيها هاي جريد نيوكليير فيتشرز، فيها ميتوزيس، هنا اللي هو الاكسبانسايل جروث باترن اللي احنا بنقول عليه، دي ارينجد باك تو باك جلاندز، ادي الجلاندز ارينجد باك تو باك، تمام، ده اللي هو الاكسبانسايل جروث باترن. كده احنا خلصنا كلامنا على الميوسينس تيومرز وعرفنا الديفرنس تايبس منها اللي هي البيناين والبوردر لاين والماليجنانس، وعرفنا الايه التكات المهمه في الميوسينس تيومر وازاي نفرق ما بين البرايمري والميتاستاتيك ميوسينس تيومرز. بعد كده هندخل على الاندومتريويد تيومرز. الاندومتريويد تيومرز دي الحقيقه زي ما قلنا اللي هي البيناين والبوردر لاين منها بيكونوا رير شويه، المور كومن اللي هي الماليجنانس. في حاجه مهمه اللي هي الاندومتريوتيك سيست او الاندومتريوما، طبعا اللي هو الاندومتريوزس، ده سيست بتاع الاندومتريوزس بس بيبقى كبير شويه، ممكن يوصل لحوالي 15 سنتي، ده بنقول عليه اندومتريوما. احنا دلوقتي بس بنفرق ما بين الاندومتريوتيك سيست والايه والبيناين اندومتريويد تيومرز، تمام. الاندومتريوتيك سيست زي ما اتفقنا واتكلمنا عليه في الاوفري لازم اللايننج بتاعه يكون فيه اندومتريال جلاندز واندومتريال ستروما ومعاها هيموريدج ومعاها فايبروزس ومعاها هيموسيدرين ليدن ماكروفاجز، كل الحاجات دي اللي هي الكريتيريا بتاعه الاندومتريوتيك سيست، تمام. ده كومبليتلي بيناين سيست ملوش اي دعوه بالحاجات ده، هو اصلا نون نيوبلاستيك، عشان نبقى بس مش كومبليتلي بيناين، هو نون نيوبلاستيك. الاندومتريوتيك سيست او الاندومتريوما اللي هي بيبقى اللايننج فيها لو في اندومتريال جلاندز ومعاها اندومتريال ستروما ومعاها فايبروزس ومعاها هيموريدج ومعاها هيموسيدرين ليدن ماكروفاجس، ده كل ده الكرايتيريا دي بتاعه الاندومتريوتيك سيست، تمام. لكن بقى البيناين اندومتريوز البيناين
سيست ادينوما او الاندوميتريويد سيست ادينوما اللي هو البيناين تيومر بتاع الاندوميتريويد ده بيبقى اللايننج فيه بس اندوميتريال جلاندز، مفيش استروما، مفيش فايبروزس، الحاجات دي مش موجوده. تمام، انما ايه اللي موجود؟ الموجود بس هي الاندوميتريال جلاندز، مفيش استروما، مفيش هيموسيدرين ليد الماكروفاجس، ما بيحصلوش سايكل بليدنج مع المنستريشن، الكلام ده كله ما بيحصلش. تمام، عشان بس نبقى فاهمين الفرق ما بين الاندوميتريويد سيست ادينوما والاندوميتريوتيك سيست او الحاجه بنقول عليها اندوميتريوما. تمام، تاني ده نونيوبلاستيك خالص، لكن هنا الاندوميتريويد سيست ادينوما ده بيناين تيومر اللي هو طبعا فيري فيري رير، يعني ان احنا نشوف اندوميتريويد سيست ادينوما دي فيري رير تيومر. تمام، ممكن يبقى طبعا ممكن تبقى سيست ادينوما او ادينوفايبروما، الادينوفايبروما طبعا بتبقى سوليد، وغالبا طبعا الاندوميتريوتيك تيومرز بيبقى معاها اندوميتريوزيس. تمام، عشان كده احنا لازم نفرق ما بين الاثنين، هل اللي انا شايفه ده اندوميتريوتيك سيست ولا اندوميتريوزيس يعني، ولا ده بيناين تيومر او بوردر لاين بقى او مالجننت على حسب الكرايتيريا اللي موجوده فيه، لان غالبا الاندوميتريوتيك تيومرز بتبقى اسوشيتد مع الاندوميتريوزيس. تمام، وكمان برضو الاندوميتريوزيس بيبقى اسوشيتد مع الكلير سيل كارسينوما زي ما هنتكلم دلوقتي. يبقى احنا هنا في الاندوميتريويد تيومرز في السيست ادينوما او الادينوفايبروما، الادينوفايبروما بتبقى سوليد، السيست ادينوما بتكون فيها سيستك ابيرنس. تمام، وقلنا زي بيبقى اسوشيتد دايما معاها الاندوميتريوزيس. مايكروسكوبيكالي الاندوميتريويد ادينوفايبروما بيبقى فيها بريدومينانس اوف فايبروس تيشو زي ما احنا متعودين، كميه فايبروس تيشو كتير، ويطلق اللايننج بتاعها عليها من بره كده زي بتاع الاندوميتريال جلاندز بس ما فيهوش استروما، جاست اندوميتريال جلاندز. في الموضوع في الثاني بقى اللي هو بتاع السيست ادينوما بيبقى لايند باي اندوميتريويد ابسيليوم برضو، وممكن نشوف فيه بقى البروليفراتيف، ايه هو بيبقى لايند باي بروليفراتيف اندوميتريا، ما بيبقى زي ما قلنا ما بيبقاش فيه سايكليك تشينجز. تمام، دي الاندوميتريويد بيناين اندوميتريويد فايبرو ادينوما، فايبرو ادينوما دي بيبقى فيها ايه؟ ادي الاندوميتريال جلاندز اهي اللايننج. تمام، كل دي اندوميتريال جلاندز، هنا طبعا ما فيش اي سترومال كومبوننت خالص، دي كلها اندوميتريال جلاندز، ما فيش ايفيدنس اوف هيموريدج، ما فيش هيموسيدرين الماكروفاجز. ايوه، ما قلبت السلايد، ما الصوره ما ظهرتش. نو بعدنا بالاندوميتريويد تيومرز. تمام، كده ايه اللي ظهر عندنا؟ كده وضحت السلايدز. يس دكتور، واضحه؟ تمام، طيب يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في الايه، في الاندوميتريويد سيست ادينوما وادينوفايبروما. تمام، بنقول ان هي الجلاندز اللي بتبقى موجوده دي بتشبه الاندوميتريال جلاندز بالظبط، اللاين نفس اللايننج، لكن ما بيبقاش فيها استروما ولا هيموسيدرين ليد الماكروفاجس ولا الحاجات اللي هي بتاعت الاندوميتريوزز دي خالص، علشان نفرق، لان هم غالبا الاثنين بيبقوا اسوشيتد مع بعض، يعني في نفس الاوفري تلاقي اندوميتريوتيك سيست وتلاقي اندوميتريويد سيست ادينوما او اي اندوميتريويد تيومر بقى سواء بيناين او بوردر لاين او مالجنان، لان دي كومن اسوشيشن. تمام، فازاي تعرف بقى ان انت تفرق ما بينهم؟ ادي منظر تاني اهو للسيست ادينوما اللي هي الاندوميتريويد سيست ادينوما لايند باي اندوميتريويد تايب ابسيليال سيلز اللي هي زي بتاع الاندوميتريال جلاندز بس ما فيش استروم. تمام، ولا هيموريدج بقى زي ما قلنا، ولا فايبروزس ولا الكلام ده. تمام، ده بالنسبه للايه البيناين. بالنسبه للبوردر لاين اندوميتريويد تيومرز بيكون الافريج دايمتر بتاعها حوالي من 9 ل 10 سم. تمام، وممكن يبقى فيها سيستك كومبوننت وسوليد كومبوننت الاثنين مع بعض. تمام، يعني نسبه البايلاتراليتي فيها قليله، بتبقى اكتر انها تكون يونيلاترال، وبيبقى معاها بيناين اندوميتريويد ادينوفايبروما في حوالي 50% من الحالات، يعني البوردر لاين لما بيبقى موجود بيبقى معاه البيناين،
وهما طبعا الاثنين بيبقوا رير، تمام؟ فحته ان انا اشوف بيناين او بوردر لاين اندوميتريوت تيومر ده رير شويه، الكومن ان انا اشوف الاندوميتريوزس وان انا اشوف الايه المالجننت كاونتر بارت اللي هو الاندوميتريوت كارسينوم، تمام؟ التيومرز اللي هي بتاعت البوردر لاين اندوميتريويد دي بيقول لي ان هي مايكروسكوبيكالي بتبقى واخده شكل الادينو فايبروماتس او الفيلو جلاندولار باترن، والاثنين بيبقى معاهم فوكال ارياز اوف كريبريفورم جروسنج او بيبقى معاه سكويرنس ابييرنس. طبعا يعني الحته دي انا مش يعني عشان هو التيومر رير فانا الحقيقه برضو ما لقيتلوش صور توضحه، فيعني ايه هنعديها دي من غير صوره لان هي فعلا هو رير ومحدش بيشوفه اصلا. يعني هندخل بقى على الموضوع المهم قوي اللي هي الاندوميتريويد كارسينوما، تمام؟ الاندوميتريويد كارسينوما دي بتاعه الاوفري بتبقى شبه بتاعه الاندوميتريوم بالظبط، لما هناخدها في الاندوميتريوم بتاعه اليوترس يعني هنلاقي ان هما الاثنين بيبقوا شبه بعض جدا، لدرجه ان هو اصلا بيبقى غالبا برضو في احيانا كتير يعني بيكون يعني بيكون في اندوميتريال كارسينوما كمان في الايه في اليوترس، بيبقى في اليوترس وفي في الاوفري، تمام؟ وده بقى طبعا خلى بيبقى في ابحاث كتير قوي بقى في الحته دي، ان هو هل بتاعه الاوفري اللي عملت راحت اليوترس ولا هي كانت طالعه في اليوترس وبعدين راحت الاوفري فالاوفري يبقى ميتاستاتيك، ولا الاثنين نشأوا سنكرونس مع بعض الاثنين طلعوا مع بعض في نفس الوقت. ده طبعا الحته دي بقى فيها كلام كتير جدا، يعني عندك مثلا كتاب زي فليتشر كاتب فيها يعني مش عايز اقول لك مش اقل من 15 صفحه في الحته دي بس، وفي الاخر يعني لما تطلع منها برضو ما تبقى متلخبط هل هي طلعت من هنا ولا من هنا، كل مره تقراها برضو بتطول لان الكلام كله يعني سيوريز بتقابل بعضها يعني، والابحاث دي قالت كذا وده لا النسبه اقل لا النسبه اكتر، فالكلام هنا بيبقى كتير يعني. المهم ان انت تعرف ان الاندوميتريو تيومرز بتاعت الاوفري بتبقى شبه الاندوميتريو تيومرز بتاعت اليوترس، تمام؟ وان دايما بتبقى في الايدج اوف برزنتيشن بتاعتها بتبقى في البوست من بوزل فيميل او اللي هو ايه مش البوست من بوزل بقى اللي هي الراوند من بوز، تمام؟ اللي حته اللي هي بتاعه الايه ال 45 سنه دي الراوند المينوبوز، تمام؟ وممكن تبقى في الايرلي ايج ستيج برزنتيشن لان هي بتبقى دايما معاها الفيميل بتبقى عندها اندوميتريوزس، فالفيميل دي بتبقى يعني على طول عند الدكتور، فده اللي بيخليها تبقى فيها ايرلي ديتكشن، يعني ممكن البيشنت بتبقى عندها اندوميتريوتيك سيست وعماله تشتكي وفي ديسمينوريا بقى وفروزن بيلفس والكلام اللي احنا قلنا عليه ده، وتروح تعمل اوبريشن او تعمل اكسبلوريشن فنلاقي ان في تيومر تاني في الاوفري فنعمل له اكسجن وكده فنلاقيه ان هو اندوميتريويد كارسينوما. فمعظم الاندوميتريويد كارسينوما بتبقى ايرلي ديتكشن نتيجه للاسوشيشن بتاعها مع الاندوميتريوزس، لان الاندوميتريوزس ده سيمتوماتيك ديزيز، حاجه بتعمل سيمتومز والعيانه بتشتكي منه، على عكس الاوفريان تيومرز العاديه ان احنا ممكن توصل لحجم كبير ومفيش شكوى او بتبقى زي ما قلنا فيج او نون سبيسيفيك كومبلين، فالبيشنت ما بتبقاش متوجهه من الاول انها تروح على الايه على الجينيكولوجي، تمام؟ لكن في حكايه الاندوميتريوتيك تيومرز دي بالذات هي والكلير سيل، لما الكلير سيل كارسينوما برضه عشان هي اسوشيتد مع الاندوميتريوزس الاثنين دول بيبقوا ايرلي ديتكت، تمام؟ كمان زي ما قلنا بيبقى حوالي مثلا 20% من الحالات بيبقى معاها كارسينوما في الاندوميتريوم برضو، وزي ما قلنا الحته دي بقى فيها ايه كلام كتير يعني. بيقول ان معظم الاندوميتريويد كارسينوماز بتبقى لو جريد ادينو كارسينوما، وان كان طبعا شكل الاندوميتريال جلاندز وهي حتى البناين عشان هي بيبقى فيها هايبر كروميزيا شويه بتبقى شكلها يخض يعني او شكلها كانها هاي جريد، لكن هي في الحقيقه لو جريد ادينو كارسينوما. ميكروسكوبيكالي او الجروس ابييرنس الاندوميتريال كارسينوما دي او الاندوميتريويد ما نقولش عليها اندوميتريال بقى هي اندوميتريويد كارسينوما، تمام؟ اندوميتريال كارسينوما دي بتاعت الاندوميتريا، لكن الاندوميتريويد كارسينوما اوف ذا اوفري، تمام؟ ده بتبقى ليها السايز بتاعها ممكن يوصل لحوالي 15 سم، ليها سموث اوتر سيرفيس، الكات سيرفيس بتاعها بيبقى فرايبل ماسز، عشان ده طبعا الاندوميتريال جلاندز دي يعني هي بقول لك فرايبل ده يعني ايه عشان تفرقوا شويه من شكل الجرانيولار ابييرنس بتاعه البابيلي، يعني شكلها في الجروس بتبقى مختلفه عن بتاعه الايه السيستيك تيومرز الثانيه بتاعه الاوفري، واحيانا برضو بيبقى فيها بابيلي ويبقى فيها طبعا بلاد كونتين يبقى فيها كميه بلاد كبيره يعني. وبعد كده طبعا لما بنعمل لها
اكزامينيشن بقى تحت الميكروسكوب بقى بنشوف فيها ايه. طبعا بنشوف نفس المنظر بتاع الاندوميتريال كارسينوما اللي هي بتبقى عباره عن اندوميتريال جلاندز ارينجد باك تو باك، مفيش ما بينها انترفينينج ستروما، تمام. ممكن تلاقي فيها الكريبري فورم ابييرنس، ان تلاقي يعني لارج جلاند وفيها مالتيبل فينستريتا او مالتيبل اوبننجز، ده منظر الكريبري فورم، تمام. ممكن تلاقيها عامله فيلي جلاندولار باترن برده، ممكن تلاقيه موجود. طبعا الابسيليال سيلز اللي هي الاندوميتريال اللي هي لايننج الاندوميتريال جلاندز دي بتكون فيها طبعا بعض، ممكن تلاقي فيها بعض الاحيان سكريتوري تشينج او حاجه زي كده زي السكريتوري اندوميتريوم، ممكن تبقى شبه البروليفراتيف اندوميتريوم، تمام. ايوه ما قلبت السلايد. احنا في الاندوميتريويد كارسينوم، لا انا ما عملتش صوره، احنا لسه في الكلام. اوكي تمام، احنا لسه بنقول الايه، بنوصف الباترن كده قبل ما نشوف الايه الصوره. يبقى احنا بنقول ان هي شبه الاندوميتريال كارسينوما، بتبقى عباره عن جلاند ارينجد باك تو باك، مفيش انترفيننج ستروما ما بينهم، بتلاقي فيها كريبري فورم باترن اللي بيبقى فيها طبعا استراتيفيكيشن، والخلايا بتبقى طبعا نون ميوسين سيكريتنج لان ده اندوميتريال جلاند وليست اندوسيرفايكال، تمام. ما بقاش فيها ميوسين خالص، تمام. وبيبقى فيها كمان احيانا قلنا بيبقى فيها سكريتوري تشينجز. يعني ايه سكريتوري تشينجز؟ لما هناخد الاندوميتريوم ونشوف الفيزز بتاعه المنسترال سايكل، بيبقى في الاول بيبقى بروليفراتيف اندوميتريوم، بعد كده بيبقى سكريتوري اندوميتريوم، بيبقى فيها فاكيولز، احيانا تبقى سب نيوكليار فاكيولز او سوبرا نيوكليار فاكيولز. فممكن الاندوميتريويد كارسينوما يبقى فيها برضه فاكيوليشن زي بتاعه الايه السكريتوري اندوميتريوم. ادي منظر الاندوميتريال اندوميتريويد كارسينوما، ده اللي هو شكل اللي هو بيقول عليه فيلو جلاندولار باترن، الشكل الاكثر ان احنا نلاقيها اندوميتري يعني جلاندز بالشكل ده ارينجد باك تو باك، واللي جواها ده مش ميوسين، ده سكريشنز نوت ميوسين، ما فيش هنا ميوسين خالص. كمان بيبقى فيه اهو المنظر بقى، ده هو اقرب حاجه للحقيقه الصراحه، اللي هي الايه الجلاندز دي اللي هي اللايننج بتاعها ده شبه الاندوميتريال جلاندز، تمام. وبيبقى معاها شويه احيانا بيبقى فيها سكوبايد بيقولوا عليها سكويمس موريولا، دي بتبقى كومن اسوشيشن مع الاندوميتريال او الاندوميتريويد كارسينوما، تمام. بنلاقي احيانا في انفلتريشن بانفلاماتوري سيلز في بعض الاحيان ما بين الجلانس وبعضها، وفي الاستروما بتاعه التيومر، ده كومن اسوشيشن. وكومن كمان ان احنا نلاقي الجلاندولار يومنز دي فيها انفلاماتوري سيلز او نكروتيك ديبري، برده ده مميز دي للاندوميتريويد كارسينوما. بعد كده بقى الايه الكلير سيل اوفيريان تيومرز. الكلير سيل برضو اوفيريان تيومر زي ما قلنا بتبقى لايننج سيلز بتاعتها، او يعني زي ما قلنا انها البيناين والبوردر لاين بيبقوا رير. الكومن ان احنا نلاقي المالجنانت تيومر. المميز قوي في الكلير سيل كارسينوما ان الخلايا بتاعتها طبعا بيبقى ليها كلير سيتوبلازم، دي اول حاجه. ثاني حاجه الباترن بتاعها انها بتاخد حاجه اسمها تيوبولو سيستيك باترن، يعني بتبقى عامله سيستس كده او لارج جلاندولار باترن يعني. والخلايا في اللايننج سيلز بتاعتها بيبقى ليها حاجه اسمها كاركترستيك هوب نيل ابييرنس. يعني ايه هوب نيل ابييرنس؟ ان النيوكليوس بتاعه السيل بتبقى ناحيه البوردر او الفري بوردر بتاع الخليه، تمام، بتبقى طالعه كده نطه بره، تحس ان النيوكليوس بره الخليه، ده منظر اللي هو الهوب نيل. الهوب نيل ده انتوا متخيلينه او حد عارفه؟ حد عارف الهوب نيل؟ محدش عارفه؟ طيب انا هقول لكم ايه هو الهوب نيل اصلا. يعني عارفين انتوا الصالون الصالونات بتاعتنا القديمه بقى خالص، كان الاول في التنجيد بتاعها بيحطوا مسامير كده يدبسوها بمسامير، دلوقتي بقى في دباسات وبقى في حاجات تانية كده بتبقى مخفيه يعني مش باينه، لكن الاول كانت الايه الصالونات اللي هي المذهبه والحاجات اللي هي الفخمه دي، كانت التنجيد بتاعها القماش بتاعها بيتعمل بمسامير كده لها راسها عريضه كده، تمام، او راسها مدوره وكبيره كده، تمام. هو ده الهوب نيل. عارفين دبابيس الضغط اللي هي الراس بتاعتها مدوره وكبيره عامله زي الطبق كده ولها السن بتاعها او الدبوس بتاعها، يعني هو ده الهوب نيل. فانت بقى لما تيجي تبص على الخلايا اللي هي لايننج اللي هي عامله الكلير سيلز دي، بتلاقي النيوكليس بتاعتها طالعه لبره عامله زي كانها هوب نيل بالظبط، هم وصفوها كده. هنشوف المنظر دلوقتي.
طيب إيه هنوصف بقى الايه الكلير سيل اوفريان تيومرز. بيقول ان هي غالبا بتبقى يونيلاترال، تمام، والسايز بتاعها يعني ممكن يعني اقصى حاجه 15 سنتي، هي والاندوميترايال تيومرز ما بيوصلوش حجم كبير زي الميوسينس، تمام. ممكن تكون سوليد او سوليد او سيستك مع بعضها، تمام. ممكن يكون فيها بيليولو نوديولز لايننج باي اندومتريوتيك سيست، ان هي طالعه من اندومتريوتيك سيست، يعني هي اسوشيتد مع الاندومتريوزس. تلاقي التيومر في حته كده فيها اندومتريال جلاندز وستروما ومعاها هيموسيدرين، ده بيدل على ان هو الاوريجين بتاعه كان اندومتريوتيك سيست وقلبت بقت كلير سيل كارسينوم، تمام. الهيستوباثولوجي بيبقى فيها زي ما قلنا تيوبيولوسيستيك ابيرنس وجلاندي، واحيانا يكون فيها جلاندز او بابيلي، لكن كلهم بيبقوا لايند باي سيلز اللي هي ليها كلير سيتوبلازم وفيها الايه الهوب نيل ابيرنس، تمام. اهو لما نيجي نكبر نشوف عليه ادي السيستيك ابيرنس او السيست اللي هي التيوبيولوسيستيك باترن بتاعه الكلير سيل كارسينوما، تمام. وهنكبر عليه بقى عشان نشوف الايه، ادي بقى الهوب نيل اللي احنا بنقول عليه، شايفين التيومر سيلز اللي هي الخلايا اللايننج دي، شايفين النيوكليوس، تحس انها عايزه تطلع من الايه من الخليه، فده بتاع الايه الهوب نيل ابيرنس. هي طبعا ايه هنا مش برضه تحسها اهي، هنا بقى واضحه جدا، ادي السيلز اللي هي اللايننج بتاعت السيست دي، ادي الخلايا، شايفين الخليه اصلا النيوكليوس بتاعتها تحس انها طالعه لبره، ده منظر الهوب نيل ابيرنس، تمام. ده كاركترستيك جدا للايه الكلير سيل كارسينوم الهوب نيلنج ده. وتلاقي بقى كمان حته كده من التيومر كلها عباره عن شيتس من الكلير سيلز موجوده طبعا وكومن في التيومرز دي، ودايما الاسوشيشن بتاعها قلنا مع الايه مع الاندومتريوز، عشان بس الحاله لما تيجي الكيس يقول لك مثلا في ميل بتشتكي من ديسنوريا وديسبارونيا والحاجات اللي احنا قلنا عليها بتاعت الاندومتريوزز دي، وبعد كده لقينا شلنا التيومر بتاع الاوفري فلقينا فيه كلير سيلز وليها، او بقت او نسالك نقول لك ايه بقى الكومن يعني الموست كومن تيومرز اللي هي ممكن تيجي مع الاندومتريوزس، الهيستولوجيكال ابيرنس بتاعها عامل ازاي، فتلاقي بقى في الاختيارات تيوبلوسيستيك وهوبنيل وكده، فعلى طول هتختار الايه ان هي دي الكلير سيل كارسينوم، تمام. بعد كده هندخل على البرينر تيومرز. البرينر تيومرز دي اللي هي بتاعت اللي هو اللايننج بتاعنا شبه الايه، شبه الترانزيشنال او شبه الايه اللايننج بتاع اليوروسيليا من توا ترانزيشنال ايبيثيليا. يبقى البرينر تيومرز عباره عن ترانزيشنال سيل تيومرز بتطلع في الايه في الاوفري، تمام، بتبقى منها البيناين ومنها البوردر لاين ومنها برضو المالجنانت. هنا بقى في البرينر تيومرز البيناين برينر تيومرز كومن وبنشوفها كتير، تمام. البيناين برينر تيومر دي بنشوفها كتير، بتبقى غالبا عباره عن ايه، عباره عن بتبقى جايه كسوليد ماس، غالبا بتبقى سوليد وليس سيستيك، تمام. وبيبقى ليها فيرم فايبرس ابيرنس كده، كانها الديفرنشال بتاعها ساعات بتدخل مع الفايبروما، يعني التيومر جاي لك سوليد وايتش ماس كده شبه الفايبروما او شبه اللي هي السكس كورد تروما تيومر، يعني زي ما هناخدها المحاضره الجايه ان شاء الله. ما بيديكش ايحاء كده ان هو ده سيستيك تيومر او سيرفس ابيثيليال تيومر، لا، هو بيبقى مور كومن ان هو يكون سوليد، تمام. وبيبقى دايما في الايدج اوف برزنتيشن بتاعنا في الادلت ايدج من سن الاربعينات كده وانت طالع، تمام. وهو بيعتبر اللي هو البيناين برينر تيومر ده هو الموست كومن ترانزيشنال سيل تيومر في الاوفري، يعني كومن ان ان الترانزيشنال سيل تيومر تبقى بيناين اللي هو البيناين برينر تيومر، المالجنانت بيبقى ريب. زي ما قلنا بتبقى غالبا يونيلاترال 10% بس اللي بتبقى بايلاترال، والتيومر غالبا ما بيبقاش حجمها كبير من 12 من 2 ل 10 سنتي، يعني الحجم اللي هو الايه المتوسط زي ما بنقول كده، بتبقى شبه السكس كورد ستروما تيومر، ما بتاخدش شكل كبير او سايز كبير، يعني بتبقى سوليد تيومرز وبتبقى فيرم رابري انكونسستنسي وبتبقى ويل سيركمسكرايبد، والكات سيكشن بتاعها بيبقى جريش وايت او يلو، وبعض الاحيان يبقى معاها كالسيفيكيشن، تمام. مايكروسكوبيكالي بقى بيبقى فيها كميه فايبرس تيشو كتيره جدا، بتبقى فايبرس، والتيومر نفسه بيتكون من اي ايزوليتد ايلتس كده من الايه من الترانزيشنال سيلز امبيدد في قلب الفايبرس ستروما دي، تمام. يبقى انا عندي في فايبرس او هيلانايزد ستروما وجواها ما بينهم في ايه نستس كده او كوليكشنز من الايه من الترانزيشنال سيلز اللي هي البيناين ايلتس اوف ترانزيشنال ابيثيليال سيلز جوه الستروما دي، تمام. حواليها كميه فايبرس تشو كتير جدا. ممكن في بعض الاحيان يبقى فيها يحصل فيها سيستيك ديجنريشن فتديني شكل المايكرو سيست او السودو جلاند، تمام.
ده ممكن نشوفه احيانا، بنشوف بعض السكريشنز او السيروميوسونال سكريشن. اللايننج سيلز اللي هي بتشبه اليوروسيليوم، شبه اليوروسيليوم بالظبط، وبيبقى فيها يا اما بيل ايزينوفيليك سيتوبلازم او كلير سيتوبلازم، والنيوكليا بتاعتها بتبقى بلاند وما فيهاش اي ميتوزيس ولا اي حاجه من دي. تمام، ادي منظر التيومر اهو بروتلي زي ما بنقول، بيبقى اوف مودريت سايز كده، فيرم ان كونسيستنسي، جريش وايت او يلوش كات سيكشن. تمام، بيبقى فيرم وسوليد، اهم حاجه تعرفها ان هو بيبقى سوليد، ما بيبقاش سيستك زي بقيه السيرفس ابيثيليال تيومرز. لما بتاخد سيكشن منه كده باللو باور بتلاقي اهو اكسسيف ستروما، ستروما كتير اللي هي الحمراء دي، ولما وما بينهم في الامبيدد ايلتس او الايه الكلاسترز من الايه من البناين ترانزيشنال سيلز بالشكل ده. ادي كبرنا عليها اهو، ادي الفايبرس ستروما، وادي منظر الايه البرينر سيلز او البناين ترانزيشنال سيلز. ده الحقيقه هو المنظر التيبيكال بتاع البناين برينر تيومر. تمام، اللي هو الترانزيشنال سيلز دي اللي امبيدد فيه فايبرس ستروما. طبعا هنا ما فيش اي سيستك ستراكشرز ولا حاجه، وقلنا التيومر بروسلي فعلا بيكون سوليد. تمام، وفيرم انكونسستنسي، ده البرينر تيومر. ناخد بالنا من الايه الحته بتاعت البناين برينر تيومر دي. البوردر لاين بقى بيبقى فيه الخلايا برضو ترانزيشنال، وبتبقى فيها بقى شوف بقى يبدا يظهر فيها شويه سيتولوجيكال اتيبيا وكده. تمام، لكن هو بيبقى رير قوي ان تلاقي بوردر لاين برينر تيومر. المالجننت بقى برينر تيومر ده هو يعني ممكن نشوفه، لكن المور كومن في الترانزيشنال كلهم اللي هو البناين برينر تيومر. طيب بالنسبه للمالجننت برينر تيومر ده بيحصل فيه الفيميلز فوق ال 50 سنه، تمام، في الاولد ايج يعني، وبيبقى بريزنتد باي ابدومينال ماس وابدومينال بين، واحيانا بيبقى معاها ابنورمال فاجينال بليدنج. تيومر بيبقى ممكن يوصل حجمه مثلا كبير شويه لحد 20 سنتي، ممكن يبقى فيه سوليد او سيستيك ارياز ومعاها ميورال نيديولز. تمام، بيبقى دايما في اماكن فيها بناين برينر تيومر، معنى كده برضو ان البناين البرينر تيومرز العاديه برضو افحصها كويس قوي، ولكنها بتبقى باينه من البروس انها بناين، لان هي ما بقاش فيها فاريجيشنز ولا فيها سيستيك بيبقى حجمها كبير ولا حاجه، بيبقى باينه من الاول من الجروس انها بيناين تيومرز، لكن برضو ما يمنعش ان احنا نقطع كويس ونعمل جود سامبلنج وجود اكزامينشن، لان المالجننت برينر بيبقى فيه فوساي اوف بيناين برينر تيومرز. تمام، زي ما قلنا بيبقى الاستروم بتاعته فايبرس، وفيها احيانا بيبقى فيها كالسيفيكيشن، والتيومرز غالبا بتبقى دايجنوزد في الايرلي ستيج، يعني معظم الحالات بتبقى في البرزنتيشن بتبقى ستيج 1 اللي هي كونفايند تو 1 اوفري. هيستوباثولوجي بقى بتتكون من مالجننت ترانزيشنال ابيثيليال سيلز. تمام، كل الكرايتيريا بقى بتاعت المالجننت ترانزيشنال ابيثيليال سيل اللي هي بتبقى فيها طبعا هما كده كده بيبقوا كتير، ترانزيشنال بيبقى ستراتيفايد ابيثيليوم اصلا، يعني بيبقى فيها نصب بولاريتي وبليومورفيزم وهايبر كروميجيا نورمال مايتوتيك فيجرز. كل الخلايا كل الكرايتيريا بتاعت الايه المالجننت ترانزيشنال بتبقى موجوده. تمام، طبعا بيقول لي هنا ان الانفيجن ممكن انا ما اقدرش اعمل له ديتكشن كويس، لان اصلا التيومر كله عباره عن دنس فايبرس باك جراوند، فانا مش قادر اعرف هو ده انفيجن ولا ده تيومر اصلا. فالستروما بقى طبعا الفايبرس ستروما غير الديزموبلاستيك ستروما، الديزموبلاستيك ده بيبقى اللي هي الفايبرس ستروما اللي بتبقى فيها الفايبروبلاست مور بلامبي ومور لها ايزينوفيليك سيتوبلازم، وتحس ان هي ايه فيها حواليها زي ريفراكشن سبيس كده زي ما هنوصفها بالتفصيل في البريست كارسينوما بعد كده. اهو ادي المنظر اللي بيبين ان فيه بيناين برينا، ده اللي هي الايلتس او الكلاستر بتاعت البيناين ترانزيشنال سيلز، وهنا هو المالجنت. طبعا فرق كبير وواضح جدا ما بين البيناين والمالجنت، وتقدر بسهوله جدا انك تقدر تعرف ان ده مالجنت ترانزيشنال ابسيليوم. طبعا في بيزار فورمز، في ابنورمال ميتوتيك فيجرز، في لوس اوف بولاريتي، كل دي مالجنت ترانزيشنال ابسيليوم سيلز. لما بتكبر عليه اهو فعلا بيبان ان ده في بليومورفيزم. تمام، كل الكرايتيريا ميتوزيس، كل الكرايتيريا بتاعت المالجنسي بتبقى موجوده. هنا برضو تكبير اكتر اهو للتيومر سيلز ترانزيشنال مالجننت ترانزيشنال ابيثيليال سيلز، شايفين النيوكلياي قد ايه كبيره، شايفين النيوكلياي قد ايه هاي انسي ريشيو، طبعا الميتوزيس موجود. طبعا فرق كبير جدا واضح ما بين البيناين والمالجننت برينر تيومرز، بتبقى واضحه في الجروس وواضحه كمان في الميكروسكوبيك ابييرنس بتاع التيومر. ده بالنسبه للمالجننت برينر تيوم. بعد كده في عندي الاندفرانشيتد كارسينوما اللي هي بقى قلنا بتبقى تيومر جاي لك في الاوفري لارج ماس، غالبا بتبقى تيومر كبير جدا، بيبقى برضو بريزنتد في الليت ستيج بجروسلي، بيبقى فيه سوليد ارياز وسيستيك ارياز.
تمام، يعني وارياز اوف هيموريدج ونكروزس كل حاجه، يعني الحاجات اللي هي بتاعه المالجنسي كلها بتبقى موجوده. لكن المشكله بقى فيه ان مايكروسكوبيكالي ان بتلاقي فيه الخلايا كلها بيزار، كلها بليومورفيك، فيه ابنورمال مايتوتيك فيجرز كتير جدا، ما انتش قادر تحدد هل هو ده هاي جريد سيروس تيومر، هل ديت اندوميتريويد كارسينوما، هل ده ايه اللي انا شايفه ده، ما انتش قادر تحدد الايه التشو اوف اوريجين بتاعها، فبنقول عليها ان ديفرنشيت كارسينوما او ان بلاست كارسينوما. التيومر بقى واخد شيت لايك ابييرنس زي ما قلنا، التيومر سيلز بتبقى واخده كل الباترنز فيها، كل الكرايتيريا اوف مالجنسي، ما انتش قادر فعلا تحدد هل التيومر ده الاوريجين بتاعه ايه. طبعا بتضطر ان انت تعمل اميونو هيستوكيمستري والحاجات بقى بتاعه كل تيومر عشان تعرف هو التشو اوف اوريجين ايه، بس غالبا برضو في الاخر في كاتيجوري فعلا انا بلاستيك، يعني ما انتش عارف الاوريجين بتاعها، او من كتر الخلايا ما بقت مالجنت فهي فقدت فعلا الديفرنشيشن وما عادتش، يعني ما فيش بقى اي حاجه بتدل على الاوريجين بتاعها. تمام. إيه كمان احيانا في ممكن تلاقيها بدات تكون سبندل، يعني بدات تاخد شكل السركومه كمان، يعني بدات الخلايا تبقى سبندل فورمز، فدي بتبقى مع الايه مع الانابلاستيك كارسينوما او الاندفرنشيتد كارسينوما. في كمان نوع من التيومرز بيطلع برضو من السيرفس ابيثيليال تيومرز في الاوفري اللي هو السيروميوسينوس، ده زي ما قلنا بيبقى فيه سيروس ديفرنشيشن وفي حتت فيها ميوسين وفي خلايا بتفرز الميوسين، ويعني فيها انتروسيتوبلازم ميوسين ايفيدنس يعني اوف ميوسينوس ديفرنشيشن. فانت برضو في التيومرز دي في برضو لما يعني قبل كده في الدبليو اتش او القديم ما كانوش بيقدروا يفرقوا، ما كانوش عاملين كاتيجوري للسيروميوسينوس تيومرز، لكن في الدبليو اتش او الجديد عاملين كاتيجوري للسيروميوسينوس تيومرز ان هي فعلا موجوده، ان تلاقي تيومر فيه سيرس حتت فيها سيرس وحتت فيها ميوسين سكريشن وفي انتروسيتوبلازميك ميوسين، فالتيومرز دي فعلا دلوقتي موجوده. تمام. كده احنا خلصنا المحاضره بتاعتنا النهارده اللي هي بتاعه السيرفيس ابيثيليال تيومرز بتاعه الاوفري. طبعا انا عارفه ان هي محاضره طويله فيها كلام كتير، فيها انواع كتير من التيومرز، شفنا فيها صور كتير. في الاخر يعني الملخص بتاع الموضوع ان احنا هنركز على التيومرز اللي هي السيروس تيومرز. طبعا طبعا مش هقول ان في حاجه مش مهمه، هو كله مهم، بس احنا يعني نحاول ان احنا ايه نسمرايز الموضوع، يعني نعرف البوينتس المهمه. وانا فعلا ما دخلتش في تفاصيل كتير، انا اتكلمت فعلا على البوينتس المهمه في كل تيومر وازاي ان احنا بنفرق ما بين الايه التيومرز المختلفه والجريدز المختلفه لكل تيومر، البيناين والبوردر لاين والماليجنانت في كل ايه تيومر. فاتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ان شاء الله من المحاضره، وان احنا نكون يعني قدرنا نوصل المعلومات الاساسيه في موضوع السيرفس ابيثيليال تيومرز. دكتور تفضلي.